مشاهدينا الكرام مساء الخير. معركة القصير وارتداداتها وخصوصا في الداخل اللبناني حجبت الأنظار عن الاستحقاقين النيابي والحكومي. القصير كانت العنوان هذا الأسبوع وما زالت حتى اليوم، وبينما كانت طرابلس هادئة انتقل الخبر اليوم إلى وسط بيروت من جهة، وإلى محيط السفارة الإيرانية من جهة أخرى، وإلى صيدا أيضا وجماعتها الإسلامية، ومر كل شيء على خير باستثناء إشكال محيط السفارة الإيرانية. في حلقة الليلة أستضيف مباشرة من استوديو عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل ومدير تحرير صحيفة المستقبل جورج بكاسيني، وأستضيف أيضا الكاتب السياسي فيصل عبد الساتر من طرابلس. سيطل معنا خلال الحلقة مؤسس التيار السلفي الشيخ داعي الإسلام الشهال، ومن دمشق الكاتب والمحلل السياسي أكرم مكنة، ومن تركيا نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي. مساء الخير استاذ جورج، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ فيصل، مساء النور، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. طبعا مثل ما كنت عم بقول، يعني ما حدث خلال هذا الاسبوع وانعكاسات القصير على الداخل اللبناني حجب الانظار عن الاستحقاقين النيابي والحكومي. يعني صار ما كتير بالعناوين السياسيه المتداوله عم بينحكى عن انه نحن ناطرين ماذا سيحدث في الطعن المقدم امام المجلس الدستوري، الطعنين. كمان ما عاد كتير في تداول عن قصة في رئيس حكومة مكلف، والمفروض في حكومة لازم تكون قيد التأليف. فهلأ قبل ما نكون على الهواء كان في حوار بيناتكم عن موضوع الطعن، لو فيني بلش شوي فيه قبل ما فوت بالأحداث الأمنية. كنا عم نقول أنه أستاذ فيصل غدا من المفترض سيقدم رئيس المجلس الدستوري المطالع، الرئيس عصام السلمي، التي على أساسها يعني سيصار البت بهذا الطعن، الطعن المقدم من النائب الرئيس ميشيل عون، والطعن المقدم من فخامة الجمهوري. نعم. بطبيعة الحال المجلس الدستوري أمام امتحان صعب برأيي. يعني هناك انقسام سياسي حاد في البلد. في حال قبل هذا الطعن من قبل المجلس الدستوري سوف يكون هناك اعتراض من الجهة الأخرى في البلد، على اعتبار أن المجلس الدستوري ربما هناك شكوك حول يعني ولايته الدستورية، وبالتالي ممكن أن ترد بالنسبة للأعضاء الخمسة، بالنسبة للأعضاء الخمسة الذي لم يعين السنة الماضية. وإذا لم يقبل الطعن أيضا سوف يكون هناك موقف تصعيدي من قبل التيار الوطني الحر، وبرأيي سيحرج رئيس الجمهورية. موقف تصعيدي بكيف يعني؟ يعني موقف تصعيدي لا أدري ما هو، لكن على الأقل هو سيبرر بأن المجلس الدستوري لم يبت بهذا الطعن، وهذا الطعن اعتمد فيما اعتمد عليه على طعون قدمت في الانتخابات البلدية السابقة، ونفس السياق نفس الأسباب الموجبة. يعني فلماذا قبل يعني في ذلك بالحالين نحن أمام أمام امتحان صعب، مشكلة سياسية بالتأكيد. دستورية قانونية بالتأكيد. استاذ جورج عندك شيء معطيات أو معلومات معينة إلى عليها بالأمر؟ يعني صعب واحد يتكهن شو النتائج اللي ممكن يطلع من الطعن. في كلام بالإعلام بس يعني مش موثق أو مسند، في تسريبات أنه ممكن ينقبل، في تسريبات أنه ممكن ما ينقبل. أنا برأيي يعني من الصعوبة بمكان تكهن بنتائج هذا الطعن، سيما أنه الموضوع قضائي أولا أو قانوني، يعني بصرف النظر عن أهواء القضاة السياسية دستوري يعني تماما، هذا المقصود تماما. بصرف النظر عن أهواء القضاة السياسية وربما لعدد منهم انتماءات أو أهواء أو ميول، في موضوع دستوري مطروح على الطاولة لا يمكن مقاربته إلا من زاوية دستورية، لأنه قبول أو رفض هذا الطعن بده يعلل. نعم. وبده يعني يتبرر بأسباب ووقائع. بس على كل حال احنا صرنا بمرحلة ضاغطة، يعني حسب ما كان مقرر أو حسب المواعيد الدستورية كان المفترض الانتخابات تكون الأحد المقبل. صحيح. يعني احنا اليوم 9 حزيران، 16 حزيران لازم صحيح. تكون ب20 حزيران تنتهي ولاية المجلس. في حال قبل الطعن كيف بده يتم التعامل مع هذه القضية هلأ؟ يعني حكما في فترة صارت ضاغطة، وحكما صرنا بحاجة التمديد التقني. السيناريو الوحيد اللي تم التداول فيه هو الشيء اللي طرحه فخامة رئيس الجمهورية، أنه لمن قال بمقابلته الأخيرة لأشهر قليلة أنه إذا حصل الطعن يمكن تأجيل الانتخابات لأسباب عديدة، أنه مش ممكن بعد أسبوع تعمل انتخابات طبيعي، أمر ما بتصير، ممكن تأجيلها لفترة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر اللي هني. ولكن هل المجلس الدستوري له حق أو صلاحية تحديد موعد الانتخابات؟ بشكل
بعتقد هيدي إلى آليات أخرى في حال قبول الطعن، ربما مجلس النواب يجتمع بيدرس هذا الأمر، يعني إلى آليات يمكن لازم يرجع يجتمع يعمل تمديد تقني آخر غير السنة يعني وخمس. مش المجلس الدستوري هو الذي يحدد هذا الأمر بتحديد موعد الانتخابات. كيف بده يجتمع وقت اللي بتكون المدته رح تخلص يعني أو رح يخلص؟ لا، مشان هيك ذكر رئيس مجلس الدستوري وغدا حيقدم المطالب صحيح، وذكر أساسا أنه قبل 20 شهر يعني موعد نهاية ولاية مجلس النواب بده يكون طلع القرار بالطعن أو برفض أو برفض الطعن، يعني ما يعني اخدين بعين الاعتبار هالمهلة انتهاء، وعندها قد تفتح دورة استثنائية يعني بالنسبة للتشريع لأنه هي انتهت 31 أيار صحيح. طيب أستاذ فيصل، تأليف الحكومة هل موضوع في الثلاجة بانتظار؟ يعني كان بانتظار موضوع الأحداث الضاغطة هذين الأسبوعين، ما يحدث في سوريا، بانتظار موضوع مجلس النواب والبت بالطعن أو عدم الطعن، هل مرشح لأن يبقى في الثلاجة هذا الملف أم ماذا؟ طبعا بالتأكيد سيبقى في الثلاجة لعدة أسباب. أولا السبب الأساسي، عندما كلف رئيس الحكومة وعندما رشح من تيار المستقبل تحديدا أو من 14 أزار ومن النائب سعد الدين الحريري تحديدا، حكي عن أن هذا التكليف بس له 124 صوت صحيح، يعني صحيح صار حاز على إجماع صحيح، لكن عم بحكي أنا هل ما زال مرشح سعد الحريري ومرشح تيار المستقبل؟ لا لا، عم بحكي بأسباب التكليف الأساسية. يعني أول ما كلف الرئيس تمام سلام كلف من قبل النائب سعد الدين الحريري بزيارة خاطفة إلى الرياض، ثم جاء إلى يعني مقر 14 أزار في بيت الوسط وأعلن هذا التكليف. هذا التكليف جاء بناء على يعني مبادئ أساسية وضعها الرئيس الحريري على أن هذه حكومة انتخابات، وبالتالي الرئيس المكلف قبل هذه المهمة على هذا الأساس، وقال بأنه لا يريد مرشحين للانتخابات النيابية إلى آخره. الآن تغير الموضوع بشكل كامل، يعني الآن نحن ذهبنا إلى سيناريو آخر. إذا قبل التمديد لمجلس النواب الحالي، يعني نحن عمليا أمام سنة وست أشهر يعني بدنا حكومة سياسية، بدنا حكومة سياسية بامتياز. جاء الطعن المقدم من رئيس الجمهورية والطعن المقدم من الرئيس ميشيل عون، أيضا عاد الحديث مع الرئيس المكلف أمام نتيجة يجب أن تخرج قبل أن يبدأ بأي شيء عملي. ربما تكون الأسماء قد يعني تداول بها المعنيون بهذا الأمر مع العقبة التي طرحت من قبل 14 أزار وتحديدا تيار المستقبل الذي شدد على فكرة أن حزب الله لن يكون مشكلا بالحكومة أو لن نقبل إلى آخره. أنا أعتقد أن وضع المزيد من العقبات أمام تشكيل الحكومة ربما أخر أيضا يعني إنضاج هذه الطبقة على المستوى السياسي، هذا من ناحية. الناحية الأهم الآن، نحن أمام معضلة دستورية يجب أن تحل، وبناء عليه يجب أن نذهب إلى يعني موضوع يعني بهالحالة بيّن أنتم يلي وضعتوا العراقيل أمام تأليف الحكومة يعني حسب ما بيعتبر الأستاذ فيصل بوضع شرط، أنه يعني وسمعناها على لسان العديد من نواب تيار المستقبل، أنه لن نكون في حكومة فيها حزب الله ممثل إلا ما ينسحب من سوريا. فهلأ زيادة يعني بعد موضوع القصير وبعد حسم معركة القصير صار يمكن الموضوع أصعب من قبل كوني مكيف. هيدي مش عقبة يا أستاذ جورج بقدر ما هي تسهيل عمل الحكومة. يعني عندما حزب الله رحل ترفضوا وجود مكون أساسي بالبلد بالحكومة كيف بيكون تسهيل؟ لما حزب أساسي بالبلد ومكون أساسي بالبلد بده يشارك بالحكومة، قبل ما يشارك فيها أخذ قرار بالدخول بالقتال بسوريا بدون ما يسأل حدا، حتى حليفه العماد عون كان ضد هذا التدخل، في أكثرية نيابية ضد هذا التدخل، يعني مش بس قتل 14 أزار، أيضا نائب وليد جنبلاط كان ضد هذا التدخل وما زال ضد هذا التدخل في القتال الدائر في سوريا. طيب إذا رئيس جمهورية ضد هذا التدخل وأعلن هذا الأمر، ورئيس الحكومة مع النائب النفس أعلن، والرئيس المكلف أعلن، وأكثرية نيابية في المجلس النيابي ضد هذا التدخل، طيب شو المطلوب؟ أنه يشارك حزب الله بحكومة، القوى الأخرى بالبلد تشارك هي وياه وتعطيه شرعية لهذا التدخل اللي هو ما له علاقة بالموقف اللبناني أو بالتوافق اللبناني؟ بس شو البديل؟ هل تستطيعون إخراج حزب الله من المعادلة الحكومية؟ حكومة مش قوى سياسية يا سجل. إذا بدها حكومة تضل سنة شو المشكلة؟ سنة لحد الانتخابات الرئاسية مش أحسن بين مزدوجين إذا حصلت الانتخابات الرئاسية بموعدها، هل بدها حكومة سنة
تدير البلد مع تمديد لمجلس نواب بدون ما تكون حكومة سياسية؟ مش أحسن من تغطية مخاطر كبرى بحجم خطر ومعصية مشاركة حزب الله بهذه المعارك الدائرة في سوريا؟ أكيد أحسن، وإلا بتكون عم تعطي شرعية لهذا الحزب فيما يقوم به على ما يقوم به ونكمل. نعم استاذ فيصل، هل يمكن ان تتشكل حكومه بدون وجود حزب الله فيها؟ بالتاكيد، يعني اولا يجب ان نرفض. بالتاكيد إيه؟ طبعا بالتاكيد يجب ان لا تتشكل حكومه لا يشارك فيها. لا يعني طبعا بالتاكيد لا، منك بالتأكيد اولا إيه؟ يعني اول يعني يجب ان نتحدث ان نتحدث لا نتحدث هنا من منطلق لبناني وطني بغض النظر عن التسميات. حتى لو قلت لي الان انه والله انا كمان لي شرط انه انا ما بقبل انه نائب ولي جمهوريه، لا بس اعطاك لحظه، بس اعطاك قال لك انه رئيس جمهوريه ورئيس حكومه مستقيله ورئيس حكومه مكلف والنائب وليد جنبلاط وحتى الحليف حليف حزب الله الاساسي اللي هو عماد عون وكل هولي مش موافقين على مشاركة حزب الله في القتال بسوريا. أولاً فمشان هيك عم بيقول لك أنه منطقياً أنه الأفضل أنه ما يكونوا موجودين. الذي يريد أن يدين حزب الله على مشاركته فيما جرى من أحداث في سوريا مؤخراً منذ 6 أشهر وإلى الآن، عليه أن يدين القوى التي رفعت سقف الخطاب السياسي والإعلامي إلى درجة العداء مع سوريا شعبا ودولة، في حين أن هناك اتفاقيات تحكم لبنان وسوريا. يعني وكان هاي الأجدر لحظة، هاي مثل هاي؟ لا مش هاي مثل هاي، الأولانية أخطر. أخطر الأولانية؟ إيه طبعا الأولانية أخطر. يلي قام فيها يلي قام فيها قوة 14 أذار قاطبة تيار المستقبل على وجه التحديد بقواه السياسية ووسائله الإعلامية، الحلف العربي الكبير الذي يمتد من الرياض وصولا إلى قطر وصولا إلى تركيا وبقية الدول في العالم، الذين رفعوا سقف الخطاب الإعلامي والتحريضي إلى درجة لم يعد بالإمكان التعايش بين منطقين في هذا البلد. بين منطق يقول أن ما يجري في سوريا هو حراك داخلي له مطالب ديمقراطية وحرية ومش عارف شو إلى آخره، وبين من يقول أن ما يجري في سوريا هو أكبر بكثير من هذا الموضوع وهو صراع جيوسياسي تحول إلى حرب مفتوحة. وبالتالي أصبحت المقاومة مهددة بوجودها بعد أن رفعت يافطات وإعلانات ودعايات وتشويه صورة المقاومة بأن هؤلاء سوف يأتون ويقتلعوا المقاومة من جذورها. كان لابد من التدخل لوضع حد لهذا الموضوع. يعتبر الأستاذ فيصل أنه الأخطر هو ما قمتم به أنتم، يعني الخطاب التحريضي. أولاً ما قامت به 14 أذار أو تيار المستقبل هو مجرد خطاب سياسي، لا اعتديت على حدا بالنظام السوري ولا قتلت حدا من النظام السوري ولا فخخت سيارة بحدا من النظام السوري، العكس كان صحيح. النظام السوري وهو متهم بشكل رسمي من القضاء اللبناني بإحداث فتن بالبلد. لهذا السبب الأمر بديهي وطبيعي أنه 14 أذار يكون لها موقف خطابي على الأقل إعلامي سياسي ضد هذا التدخل السافر من النظام السوري في لبنان. فهيدي منا حجة أبداً ومنا ذريعة أبداً مقنعة تأنه حزب الله إذا 14 أذار عنده موقف سياسي ضد النظام السوري يطلع يدافع عن النظام السوري كما يفعل الآن. لا عم بقول لك وسمعناها انه مش عم بدافع عن النظام السوري، عم بدافع عن هجمه ثلاثيه امريكيه اسرائيليه تكفيريه تريد اقتلاع المقاومه. اولا يا يعني ليش انتم دفاع ليش لحظه بس انا بدي افهم ليش انتم بالسياسه ما عم تلمسوا هذا المنطق يلي هن لامسينه بوضوح؟ لانه المنطق اللي عم بيقولوه يا استاذ جورج ما عم نلمسه بالواقع، عم نلمس شيء ثاني. راح اعطيك مثال بسيط. السيد حسن نصر الله قال من 3 أسابيع أنه حضروا حالكم على مقاومة في الجولان ومعركة في الجولان، وإذ شفنا ضرب القصير راع الجولان. طيب اثنين، أنه بدنا ندافع عن مقامات عن مقام الست زينب ومقامات أخرى بالقصير. في مقام هني عم بينقضوا خطابهم يا أستاذ جورج. مش اللبنانيين بالقصير ما في بلدات لبنانية متداخلة فيها ناس لبنانيين يا أستاذ جورج، وفي موارنة بقبرص وفي دروز ما بعرف وين. طيب روح دفع عن كل ما واحد كل ما شريحة اجتماعية أو طائفية من طائف من لون طائفي معين بأي بلد بالعالم تعرضت لمشكلة، بقوم فصيل لبناني بيقول أنا بدي شو هادي
هيدا منطق هيدا هو يعني لا هو يعني من يعني على سبيل النكته بتصير القضيه يعني بعض الاحيان ابدا مش عم بنكت معلش خلينا هيك نفصل بطريقه كثير لا ما تفصل ما تفصل كثير طيب بدون ما نفصل نحكي بالجمله عم بقول لك ليس مبررا التدخل والا بيحمل حاله وبيروح هو من بيت بكسينه من تنورين بده يترشح الانتخابات أول لا مش ما بدك تترشح اول لان كانوا قايلين اول شيء فبيحمل حاله وبيروح عند الموارنه بيقبض اول شيء اذا تعرضوا لشيء نكون واضحين الدفاع الذي قام به حزب الله ليس دفاعا من منطلق لا مذهبي ولا طائفي هو دفاع من قبيل الوقوف الى جانب مشروع سياسي شو هي اليافطه اللي حاطينها امبارح على مأذنة هلا شو بدي شو بدي حطوها على التلفزيون شو هي اليافطه يا حسين على مسجد يا حسين على مسجد هذا شو طيب شوف لي بالمقابل دفاع عن المقامات طيب شوف لي بالمقابل شو بالمقابل الطرف الاخر في سوريا كيف تصرف بس اسمح لي مين اهل القصير شو تصرف اسمح لي شو بدي باهل القصير هلا انت عم تحكي اهل القصير روح شوف 800 معتقل من جنسيات متعدده كانوا بالقصير بكرة حتشوفهم مع أسلحتهم مع صواريخ كيميائية إسرائيلية حتشوفهم مع أسلحتهم أنا اللي بدي أقوله عيب بس خليني أذكرك بشغلي بس كمل لأنك بس بتصير إسرائيل إذا بتريد لأنه أهل القصير وأهل سوريا لا يتهموا بالعمالة اللي ما عم بحكي إذا بتريد اسمحني ما عم بحكي عن يا أستاذ فيصل اليوم لحد هاي اللحظة هلا الساعة 10 إلا ربع أنا ما عم بحكي في 4 دبابات للنظام السوري مع 3 نائلات جند بقلب منطقة الاندوف الاشتباك بالجولان هودي فاتوا بإذن وباتفاق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هلا ما نحكي عن إسرائيل إذا بتريد نحكي عن هذا الموضوع بنحكي قلت لك يا أستاذ فيصل جاوبني على الوقائع نحكي أنا عم قلت لك سيد حسن قال من 3 أسابيع رايح على الجولان وش شفناه بالقصير بنحكي عن هذا جاوبني هو قال بس قال بدنا نروح على الجولان قاموا عملوا له الدفرسوار بالجولان ونسقوا مع الإسرائيليين المعارضة السورية حتى يكون هذا المعبر بإيد المعارضة مش بإيد يا أستاذ فيصل قري الجرايد اليوم شو بدي بالجرايد ولو شو بدي بالجرايد وثيقة رسمية يا أستاذ فيصل راحت لعند نائب أمين عام الأمم المتحدة بتقول إنه قوات الإسرائيلية طلبوا منا إنه نمرق 4 دبابات للنظام وأنا بقول لك القناة الإسرائيلية طلعوا إسرائيليين وقالوا إنه المعارضين نسقوا معنا ونحن أمنا لهم أسلحة بس انا اسرائيليين يا استاذ فيصل انا سمعتهم هللوا للنصر تبع القصير لحزب الله انا عم بقول لك هللوا طبعا رئيس الصحافه الاسرائيلي مئات الوثائق الاسرائيليه التي تتحدث يا استاذ فيصل كسرت ظهر المشروع الامريكي الاسرائيلي في المنطقه اي مشروع امريكي على كل حال حتى نازل بكل الصحافه لحينك شو نازل كذا طيب لا بس صار في انتوا كنتوا تقولوا بس ما نتهم انا مش عم بتهم الشعب السوري بالعمالة الاسرائيلية انا ما حدا اتهم بالعكس مثل ما بتتهموا الشعب اللبناني بالعمالة الشعب السوري هو شعب عم بيتهموا الشعب اللبناني بالعمالة رائعة جدا هلا كل واحد وانا اعتقد انه الشعب السوري سوف يقوم على كل هذه الطبقة التي جرته الى ما شو عم بيقول عم بقول انه كل حدا بتتهمه حتى الشعب اللبناني بالعمالة اللي هو ليس أبداً معكم ابدا بالعكس عم بقول لك عندما نتحدث عن قوى 14 آذار في لبنان نقول ان قوى 14 آذار في لبنان تتلاقى مع المشروع الامريكي الاسرائيلي في هجمتها على مشروع المقاومه في المنطقه شكرا. يعني احنا ما عم نقول عنك شكرا ثبتت له نظريه التكفير لا ما ثبتت له انا يا خي عبال لك شكرا انت لما بتطلع تقول انه شو هالكذب المقاومه انت بتطلع بتقول شو هالكذب المقاومه صحح المعلومه كيف يعني بتكون شو هالكذب اي معلومه بده يصحح لما بتهدد بالجولان وبتروح على القصير اسمح لي شوي صلح هلا نحن بالجولان نحن يعني نحن ما حدا بيقدر يزيد علينا بهذا الموضوع يعني يا استاذ فيصل خط المقاومه في لبنان الذي بدا منذ 1948 بالابرياء والمواطنين العزل من اهالي الجنوب اللبناني الذين وقفوا امام الدبابات الاسرائيليه في حولة وميسر الجبل وعينيتا وبنت جبيل وصولا الى المقاومه اليساريه بكل تلاوينا وصولا الى المقاومه الفلسطينيه وصولا الى حركه امل والاحزاب اللبنانيه وصولا الى حزب الله هذا خط طيب. يسير منذ 1948 ما وقف طيب خليني هون وبالقصير استاذ جورج ليش انتم يعني كفريق سياسي عم تدخلوا من بوابه القصير
لا القيام بكلام وخطابات ومواقف تتخطى حدود القصير بعيدا، يعني احيانا بتروح صوب التحريض. يعني هون بدي اخذ لك، يعني لما النائب عمار حوري بيقول لك حزب الله يفتح جراح عمرها 1400 سنه واصبح مرتزقه غب الطلب بيد ايران. طب هيدا الكلام لما بتحكي عن جراح عمره 1400 سنه، طب شو معناتها؟ يعني معناتها انك عم بتأجج العصبيات. لانه حزب الله تخطى، مثل ما انت استخدمت هيدا التعبير، كل الأعراف والتقاليد، واحتفل بما سماه انتصار في القصير ووزع حلو بالطرقات. هذا هو التخطي يا أستاذ جورج. أنا استعملت التعبير، أنا استعملت التعبير عنكم، إنه الخطابات تخطت حدود القصير. خلينا نكمل الفكرة. عم نحكي شيء جيوستراتيجي على مستوى المنطقة. لما تنفهم بالغلط. على ثلاثة أربعة وزعوا حبة بونبون تعمل لي إياه، هذا جيوستراتيجي يا أستاذ فيصل. توزعي على بقلاوة وحلوة على الطرقات انك انتصرت على اهل القصير. هيدا نيو استراتيجي. عم نحكي بوجود مسيحي بالمشرق، عم نحكي بوجود اقليات بالمشرق. حزب الله رح يخلي وجود صراع نفوذ روسي امريكي في المنطقه. تحكيني عن حبه بونبون هذا وزعبي. ما تسخف الموضوع، وهو ماسس بوجدان كل المنطقه. لا رجعلي بس الشعب، رجعلي لموضوع ليش بتحكي قصص، يعني ليش بنرجع ل 1400 سنه؟ عم جاوبك يا استاذ جورج، لانه بهذا السلوك اللي استخدمه حزب الله من توزيع الحلوى، وبرجع بسر عليها مع احترامي للجيوستراتيجية اللي عم بيحكي عنها، هيدا شكل مساس لمشاعر الناس مش بس بسوريا، بلبنان ايضا. اثنين، ضرب اعراف لبنانية يا استاذ جورج. نحن اولاد ضيع، البلد نصه ضيع. لما واحد من عائلة معينة او من ضيعة معينة بيقتل قتيل من عائلة تانية او من ضيعة تانية، قتيل واحد بيروحوا وجه الضيعة، ما بيخلوا طريقة أو وسيلة إلا يعملوا الأصول، بيشاركوا بالدفن، بيشاركوا بالتعازي، بيوقفوا على خاطر أهل القتيل إلى آخره. أنت بارح ركب مجزرة طويلة عريضة بمنطقة بسوريا، أساءت لوجدان هاي المنطقة وهيدا البلد، ولوجدان أمي بأمها وأبوها جاي تحتفل فيها. بس على مين؟ أستاذ جورج، بس هيدا فهو اللي تخطى يا أستاذ جورج. هو اللي تخطى حزب منطق الله اللي تخطى. منطق حزب الله أنه عم بيقوم بقتال أو أو مثل ما أنت سميتها مجزرة، مجزرة لمشروع إسرائيلي أمريكي تكفيري يريد ضرب المقاومة وضرب لبنان. فرجيني الأمريكي الإسرائيلي التكفيري يا أستاذ جورج. فرجيني. ما في. فاتوا على مدينة القصير، شفت شي صورة منهم هو؟ فرجيني. وينني؟ حضرتك تلفزيون طلع عندك صور؟ وينني؟ الأستاذ جورج. اثنين يا أستاذ جورج. عم بقول لك جوزيف كاسيني ما شايفين شي من هذا المشروع التكفيري الإسرائيلي الأمريكي. فرجونا. بعدين الأمريكي ماشي معهم. أول شي عندما نتحدث. وينه الأمريكي؟ معلش خلي بعرف شو ضعف المعارضة السورية. أنا رح أقول لك. لا عنده سلاح، مين مش عم يعطيه سلاح؟ أنا رح أقول لك وينه الأمريكي. بيجوا بيتهموا هو أهل صاير معترين. أستاذ جورج رح أقول لك وينه الأمريكي. بعدين يعني هذا التشديد على أنه حزب الله كسر الأعراف طبعاً، ومساس بالشعور طبعاً الوطني العام طبعاً والقومي والأمي بالشعور الجيري طبعاً. معلش طبعاً خليني أعطيك أمثلة أنا على هذا المساس اللي عم تحكي فيه. من أين تصر ثورة البحرين؟ زمان، مش قبل الثورة السورية. سمعت لك شي مرة حزب الله دعا إلى اعتصام أو احتفال مناصرة لأهل البحرين اللي هني 80% شيعة؟ سمعت كذا خطاب للسيد حسن. اسمح لي كذا خطاب. انا ما قاطعتك، ما قاطعتك. شو طالب بالخطاب؟ طالب الحكومة في البحرين ان تسمع الى مطالب الشعب البحريني. طلع قال انه احنا بدنا نشيل وبدنا نحط وبدنا نعمل على البحرين. لا لا بدي اعطيك انه اذا حشتك ضعيفة بسوريا يا استاذ فيصل، ما تاخذني على الجغرافيا ما بعرف. جاوبني بسوريا يا استاذ جورج. وين التكفيريين والامريكان؟ عم بقول لك انا انه منطلق حزب الله ليس له علاقة لا بخطاب طائفي ولا مذهبي. حزب الله انطلق فيما يجري من سوريا من أنه رأى مشروعاً كبيراً للمنطقة. مشروع يهدد المنطقة برمتها. عملك وين عناوينه؟ عناوينه الكبرى فتح الحدود التركية أمام جحافل من كل أنواع العالم يجوا إلى سوريا. طب وين إنه؟ فتح الحدود اللبنانية وربطها بمرفأ العبدي ومرفأ طرابلس، وتأمين غطاء لوجستي من وادي خالد ومن كل هذه المنطقة ليكون ممراً استراتيجياً ولوجستياً
يربط بحيرة قطينة بحي الوعر بحمص ممرا لوجستيا. اسمح لي يا خي حزب الله حاكم الحكومي وين؟ اسمح لي انا عم بقول لك ما في ورقة وثيقة. خلينا نتفق شغلي يا بدنا نقاطع بعضنا يا بدنا نقدر فكرة. معلش كمان انت عم تقول حزب الله مس بالشعور العام. نعم حزب الله انا اتحداك اذا عنده مفردة واحدة مذهبية بكل خطاباته من بداية الأزمة السورية الان مفردة واحدة من اي شخص. خليك معي بدي اتحداك اذا حزب الله عنده مفردة طائفية واحدة إلى علاقة بالازمة السورية. خليني كمل. لا خليه يحكي كمان. لا بدي اتحداني وانا خليني احكي. لحظة اول شيء استاذ فيصل بعدين وصلت لا بدي كمل بس ما بدها تتحول لمحاضرة. مش عم نحاضر نحن. اول شيء القصير ليست مدينة لطائفي ولمذهب. القصير مدينة سورية. إذا ما بتعرف أنت ريف القصير هو أكبر ريف لكل الجالية المسيحية الموجودة بالمنطقة. ولذلك هي لا تعتبر حكرا. حزب الله اسمح لي أنا بدي أسأل. حزب الله يدافع عن مشروع سياسي. وضحت الفكرة. هل تعتبر استفزاز؟ أنت اعتبرت توزيع الحلوى استفزاز طبعا. كمان المواكب السيارة يعني نحكى كتير عن مواكب سيارة بالجديدة بالبوشرية نعم والآخرية نعم تعتبرها استفزازية طبعا ليش؟ طبعا يعني شو الاستفزاز اللي فيها؟ فسر لي يا أستاذ جوش. أولا يعني ما هي منا فيك تغير. لحظة هي منا موجهة ضد أهالي البوشرية وأهالي الجديدة. اسمح لي شوي فيك تغير كل شيء بالدنيا يا أستاذ جوش إلا شغلتين التاريخ والجغرافيا. ما فينا نغير شيء اسمه جغرافيا بين لبنان وسوريا. بلد جار اسمه سوريا هو أكبر من لبنان في 20-25 مليون بشر. هذا شعب خلقتك بخلقته وجهك بوجهه. تجي أنت رحت اعتديت عليه وتجي تحتفل ببلد آخر بالانتصار عليه بين مزدوجين. هذا أكيد مساس بتقاليد. هذا جارك بس أنت منطلق من موقع أنه اعتديت طبعا. بس حزب الله الفريق الآخر لا يعتبر أنه اعتداء. يعتبر أنه دفاع عن مشروع. بعد ما خبرني شو المشروع ما قال لي ساعة ما قالك ما لمسته يا يا خي لمسته. خطف 11 لبناني من أكثر من سنة ومطالبة الخاطفين بموقف سياسي من الأمين العام لحزب الله لدعم الثورة السورية. ليس هذا اعتداء وابتزاز؟ أكيد اعتداء بس حررهم بالقصير. كتابة شعارات على مقام السيدة زينب ارحلي لا نريدك هنا. هذا مش ابتزاز من سنة ونص؟ حلا بالقصير. جرف مقام عم يسألك مش مطلوب هو يحلا. المطلوب من حزب الله أن يقف إلى جانب هذه هذه الحلقة من حلقات المقاومة في المنطقة لأنها هددت في العمق على المستوى الاستراتيجي. وهذه مسألة بديهية. مثل ما أنتم سمحتوا لحالكم تلفزيون المستقبل من أول أسبوعين تقولوا جيش بشار الأسد المجرم طبعًا. كتائب الأسد مجرم. طيب هذا أليس اعتداءً؟ أليس هذا مخالفة ومساً بشعور أبداً. لما بتقول عن الجيش العربي السوري طبعًا. كتائب الأسد طبعًا مجرم. الجيش العربي السوري بيمثل مليون بشري في سوريا. هل أصبح هذا المليون ما بيمثل الشعب السوري؟ أعطيني اسم. لما بتقول أنت سعد الدين الحريري هل هيدا عفوا بس بدي اقول يا خيي الحريري انا ما بدي اجي على بيروت الا بمطار دمشق. طيب خلينا نشوف هذا مساله الشعب. وين هلا هو بالرياض مش مزبوط. بلى بتحداك هيدا نقل موجود مش مزبوط. موجود هي مش مزبوط. موجود واحد اثنين لم من جيش لنظام بيقتل شعبه وما له اسم تاني غير مجرم. مش صحيح. اذا بتلاقي لي اسم تاني اعطيني اياه. مش صحيح هذا. اعطيني اسم وصف مش تاني. صحيح هذا. شو الوصف التاني؟ مش صحيح. لك يا استاذ مش صحيح. هذا جيش لبنان. جيش لبناني. جيش لبناني ساعدني تساعدني تساعدني اعطيه وصف. ما فيك انت تقول هيك. في ازمه بسوريا صار في مشكله. ما في اللي يطلع يقول جيش الاسد وجيش مجرم. جيش مجرم واطلع برر لنفسي انا الموقف السياسي. بيقتل شعبه ولا جيش مجرم درجاته ما له اسم. أول أسبوعين من الأزمة السورية إذا أنت كنت تخطط مع الذين يدمرون سوريا منذ بداية الأمر. فتشنا بكل القواميس ما طلع معنا. مش أنت بتفتش. لا خلي كفش فكرته. خلي لما احترق 14,000 قتلتوا 200 سوري بلبنان ما قلتوا عن حالكم مجرمين؟ نحن قتلنا 200 سوري. مين قتلهم؟
يا استاذ بعد اغتيال الرئيس الحريري مين قتله؟ الله يخليك ما تزوره. مين قتله؟ خليني ارجع للموضوع، معلش خليني نرجع لموضوع الاقصار، ما تساله خليني انا بدي اساله. لما بيعتبر هو انه وصفكم بوسائل اعلام المستقبل لجيش النظام في سوريا وللرئيس الاسد، هو بيعتبره انه هيدا كمان تدخل بالشان السوري. ليش ما بتعتبروه انتم تدخل؟ هيدا ايضا الا يعاكس سياسه النائب النفس؟ جيش او نظام عم بيقتل شعبه مثل ما قتل شعبه. ليش قلتوا خطاب السيد حسن نصر الله تدخل بشؤون البحرين وعملتوا بيان طويل عريض وقلتوا عم بيهدد علاقات لبنان بدول الخليج؟ لانه شو قلتوا صار لكم سنتين بتقولوا بشار الاسد مجرم والجيش مجرم وسوريا مش ونظام مش على حدود لبنان. شو خص هاي بهاي التدخل؟ تدخل هذا عم تقول لي انت، لكن الا عم تقول لي انت هلا بدك تشبه البحرين بسوريا. اذا عشان هيك نحن عم نقول انه بسوريا مختلف الوضع، عشان هيك اخذنا هذا الموقف الذي يتناسب مع الجغرافيا. اختلاف الوضع على قول الرئيس الراحل حافظ الاسد، ما صنعه لبنان بين سوريا ولبنان، ما صنعه الله، هو صنعه الله وليس التاريخ وليس الجغرافيا، كانت نتيجته عدوان. قبل ما اخذ الفاصل الاعلاني، يعني الرئيس فؤاد السنيور اعتبر انه المقاومة ارتكبت المعصية الكبرى وتحولت لأخذ دور المحتل في سوريا، واعتبرها ساعة للحزن والخيبة. طيب هيدا رأي كتلة المستقبل بما تمثله من رمزية سياسية ومذهبية أيضا. نعم. هيدا أيضا رأي قسم كبير من اللبنانيين. ألا يعني ذلك أن دخول حزب الله في الحرب في سوريا يحدث شرخ أكبر وانقسام أكبر بين اللبنانيين؟ هلأ لما بنسمع رأي يعني الرئيس السنيورة يعبر مثل ما قلت لك عن رمزية سياسية ومذهبية أيضا، ورأي قسم كبير من اللبنانيين، طب ألا يعمق الشرخ دخول حزب الله في الحرب السورية؟ أولا يعني الرئيس السنيورة هداه الله، إن شاء الله بيرجع بيعود لوعيه القومي لما يحدث في هذه المنطقة ويدرك تماما. بس ليش أنت بدك تحكم عليه إذا بوعي القومي ولا مش بوعي القومي؟ مش يعني أنت عارف اللي هو بيمثل رمزية كبيرة ومذهبية. أنا لن أنطلق من المذهبية، متى كانت المذهبية هي مقياس الحق والباطل؟ يعني مين قال انه حتى الموضوع الديني مقياس حق وباطل؟ انا عم بنطلق من فكره انه الحكي باستمرار عن الخوف من فتنه مذهبيه ومن فتنه سنيه شيعيه. الفتنه المذهبيه ما كانت موجوده ب 17 جوله من الاشتباكات وجعل جبل محسن معادله مقابل القصير ومقابل حمص ومقابل كذا. مين اللي حط هالمعادله؟ مين اللي طلع تصرع فيها؟ مين انا لما قال لما بنقول رفعت عيد لما بنقول بس معلش لا مش صحيح. لو كيف لا مش صحيح مش صحيح. راجع الارشيف لك يا استاذ، راجع الارشيف. الله يخليك راجع الارشيف معلش يا استاذ، راجع الارشيف. ما هو كل يوم في تصريح. لا ما هو مدير تحرير صحيفي يعني المفروض يتابع الموضوع من الاشتباكات. هل أتت إلا على خلفية التحريض؟ هل أتت إلا على خلفية ما يحدث في سوريا؟ إنه يعني النائب محمد عبد اللطيف كبارة يعني كل تصريحاته يعني الطويل العريضة أليست على ما يجري في سوريا؟ النائب خالد الظاهر كل ما يشارك به من دعم وتوصيل سلاح وأسلحة مش كله على خلفية ما يحدث في سوريا؟ كله هذا تدخل بيعتبروه فرد. انت عم بتقول المنطقة كلها بتدخل بتصير فرد. طيب خلي لكن حزب الله عندما يتدخل بشكل محدود وبشكل موضعي وعملية جراحية سريعة بتصير يا غيرة الدين، بيطلع الشيخ القرضاوي أهل السنة يجب أن يهبوا للنصر. خليني كمل. شو بدك تكمل؟ صرت حاكي كثير. صرت حاكي كثير وبدي اخذ فاصل إعلاني. الشيخ بن باز، الشيخ كله موجود، كله الناس حافظينها. هذا معيب عم بيحكي عن تدخلات. معيب الحديث. معيب الحديث. لو سمحت خليني أبلش لك من الآخر. كمان سمى أسامي نواب. 50 شيخ. 50 شيخ من اللي سميتهم. نعم. مش قد دم طفل سقط بسوريا على إيد حزب الله. هذا واحد. ما في أطفال. نعم اسمح لي. اسمح لي. اسمح لي. حزب الله لا يقتل أطفال. وسائل الإعلام حاضرة وناظرة. وبالدليل بالدليل 400 جريح سرقوا من القرى اللي فيها حزب الله. ما تخفف. ما حدا حكي معه. ما تخفف من هول المجازر. لا مش عم خفف. ما تخفف منها. أنتم. واحد. اثنين. خلي كفف. اثنين. إذا النائب خالد ظاهر أو النائب محمد كبارة قال أخ يا أستاذ فيصل بعد الاعتداءات المتكررة كل يوم على طرابلس مش معناتها ارتكبوا معصية. شوف مين اللي عمل المعصية بطرابلس. ثلاثة للرئيس سنيورة بيحكي بمنطق مذهبي هون عطفاً على الشيء اللي قاله الاستاذ جورج مش عم بيحكي عنك، وأكيد عنده وعي قومي.
أما حزب الله أما حزب الله عنده وعي ما إلي عين سميعة على الهواء. أكيد عنده وعي قومي فؤاد السنيورة لأنه بيعرف شو مخاطر اللي عمله حزب الله بسوريا. شفنا الوعي القومي بالألفين وستة. لا شفناه مبارح بسوريا وشفناه بالألفين وستة. نعم نعم نعم. وأكيد أكيد أكيد الرئيس فؤاد السنيورة بالألفين وستة كان حريص على البلد أكثر من المقاومة اللي عم تحكي عنها. أيام بلن بلن. فيا أستاذ فيصل هلا ما نرجع للتاريخ. نعم. وما نوسع بالجغرافيا وتخدني ما بعرف. لا عم بحكي على التصريح. نحن عم نحكي عن سوريا. عن سوريا. شي اللي عم يعمله حزب الله بسوريا ما بيشرفه وعار بحقه وبحق لبنان. العار ما ندور العار ما ندور الزوايا العار ان تصبحوا مذهبيين يعني بالشو العار ان تصبحوا طائفيين وين الطائفيين هذا هو العار بحق انا حطيت يافطة الحسين على مسجد العار ان تصبحوا مذهبيين انا حكيت عن مقامات بسوريا لان الذي يحدث في سوريا بعيد عن المذهب وبعيد عن الطائفيين خلينا مش تزويروا انتم تحرضون الناس انتم عم تحرضوا انتم عم تقتلون انتم تحرضون الناس على هذا الاساس تقتلون. حزب الله عم بيقتل الناس تحرضون الناس على هذا الاساس هيدي ذروة التحريض هذا الصراخ لا حدا رح يفهم عليكم خليني اتوقف مع فاصل اعلاني بعد هذا الفاصل الاعلاني سانتقل مباشره الى طرابلس جيوسياسي يا استاذ فيصل ليس له علاقه لا بالمزاج ولا بالطوائف استاذ فيصل بدي اتوقف مع فاصل اعلاني تحدث دائما فاصل اعلاني بعده انتقل الى داعي الاسلام الشهال مباشره من طرابلس بعد الفاصل الإعلاني ما يستوي الحكي عن الكتب بعد الفاصل الإعلاني قتلتم عز هذه القمة أنتم قتلتوا عز هذه القمة قتلتم عز ما تحكي عن القتل ما تحكي عن القتل قتلتم عز هذه أنتم اللي قتلتوهم لحظة لو سمحتم أنت عم تحكي عن القتل خليني أتوقف روح شوف الحزب اللي قتل لحظة خلينا نروح فاصل إعلاني فاصل إعلاني وبعد الفاصل مين هذا عم تحكي إسلام جورج وخطاب أستاذ جورج عم تحكي هذه الفئة الموجودة في لبنان نحن قتلنا رفيق الحريري فاصل اعلاني قتلتم كل شيء فاصل اعلاني نحن قتلنا رفيق الحريري عم نسالك يا استاذ فيصل لو سمحتوا غيركم لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا فاصل اعلاني ثم اعود لمتابعه هذه الحلقه مع اقل توتر امل ذلك يعني بعد هذا الفاصل ونتابع مشاهدينا حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة مع ضيفينا مدير تحرير صحيفة المستقبل جورج بكاسيني والكاتب السياسي فيصل عبد الساتر مجددا أهلا وسهلا فيكم شكرا سينضم لنا مباشرة من طرابلس مؤسس التيار السلفي بس بدي مرق إيه إذا بتريد بس تضف له معلومة مشان الأستاذ فيصل يقوي حشته بموضوع القتل بما أنه هو فتحه بدي ذكره أنه في قتيل اليوم على إيد حزب الله اسمه هاشم سلمان سقط أمام السفارة الإيرانية هذا إعلام تيار المستقبل هذا اتهام مرفوض لأنه حزب الله ليس له علاقة بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد تيار المستقبل وأهل السفارة الإيرانية وأهل المرحوم هاشم سلمان هن راح يكون لهم بيان بهذا الموضوع على كل حال وهذا هذا تحريض أنا غير مقبول أنا أكد لك على كل هذا أنت حليت محل الأجهزة الأمنية وما بحق لك على كل حال يعني طالما يعني الصور اللي شفناها هلأ إيه أستاذ جورج بس إنه طالما ما في نتيجة لتحقيق معين يعني ما فينا كمان نتهم أو نطلق اتهامات لأطراف سياسية وهذه اتهامات غير مثبتة هلا اتهموا سوريا واتهموا إيميل لحود رئيس جمهورية بجرائم ما فرق معهم مين كتاب يعني طيب خليني انتقل لطرابلس مع مؤسس التيار السلفي الشيخ داعي الإسلام الشهال سمحت الشيخ مساء الخير مساء الخير لك وللجميع من الضيوف والمشاهدين طرابلس اليوم تبدو هادئة نسبيا يعني السؤال بالبداية هل هذا هو هدوء حقيقي ودائم برأيك أم بمثابة هدنة معينة كما سبقت العادة أم ماذا؟ لا أنا أتصور طبعا كما درجة العادة في السنين الأخيرة لأن الأسباب الحقيقية لهذه العوارض من الأحداث ونأك الجراح لا تزال قائمة أي لا تزال قائمة من أي ناحية؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب الحقيقية معروف يعني لبنان
يعمل ليلا نهارا على أن يبقى خادما للمشروع الصفوي في المنطقة. في صدى شوي إذا في مجال. نعم تفضل. فخطف لبنان والإصرار على أن يبقى ضمن منظومة المشروع الصفوي في المنطقة يجعل الأحداث تتكرر، لأن هناك مقاومة وممانعة لهذا المشروع. ولكن يعني لما بيكون في اشتباكات، لما بيكون في مسلحين في الشارع، لما بيكون في مخازن أسلحة يكتشف وجودها بأحياء طرابلس، لما بيكون في إطلاق نار على الجيش اللبناني إذا بده يضبط الوضع، هيدا كله بأي خانة بتحطه سماحة الشيخ؟ ضد المشروع الصفوي. بحطه بنوع من ردات الفعل التي تسبب بها الذين خطفوا لبنان، والذين يريدون تسخير الدولة بشكل عام وبخاصة بعض مؤسساتها الأمنية وغير الأمنية لصالح هذا المشروع، لأن الناس في طرابلس في أكثريتهم الساحقة صاروا يشعرون بأنه لا يؤبه لهم، بأن الوضع الاقتصادي عندهم الشلل فيه قائم، والوضع التعليمي الشلل فيه قائم، ولا يؤخذ على يد القناصة والمجرمين في جبل محسن. لذلك هم يشعرون بأن هذه الدولة تسخر بشكل أو بآخر ضد أبناء بلدها لصالح مشاريع خارجية. بس هذا كلام سمحت الشيخ هذا كلام يعني كبير، إنه الدولة تسخر بالوقت يلي يجب الركون إلى الدولة، لأنه هي التي يجب أن تكون الضامنة، وخاصة مؤسسة الجيش. يعني لما بيكون في تشكيك بالدولة وتشكيك بالجيش وإلى ما هنالك، فإذا لوين بدها توصل الأمور؟ يعني هذا تشجيع على فلتان الشارع أكثر فأكثر بالوقت. لا يلي لا بالوقت يعني يلي سمحت الشيخ، بالوقت يلي جبل محسن من الأساس كان المسؤولين في الحزب العربي الديمقراطي كانوا من الأساس عم بيقولوا إنه بسلموا الأمر للجيش حتى يكون هو الذي يحل ويربط ويفصل. يعني كان في هذا التوجه من الأساس. ما في أحلى من هالكلام. دائما بنسمعه سماع يعني لا حقيقة له، هؤلاء قوم خادعون، يعني يقولون هذا الكلام ويقنصون الناس على مرأى من الجيش. وهناك من يقول، يعني أنت بدك تزعل مني هلأ، بس هذه هي الحقيقة. هناك من يؤكد وأعداد كبيرة بأن بعض عناصر الجيش يساهمون أو يغطون هذا القنص. لا هيدا سمحت الشيخ طبعا. يعني هيدا اتهام مباشر، هيدا اتهام مباشر للجيش اللبناني بالوقت اللي الجيش اللبناني. بدي اسالك سمحت الشيخ، انت كل مره بتحرجني بهالموضوع. انا حقلك شيء. قبل مقتل الشيخين بعكار رفعت الصوت وقلت كلمه على قياده الجيش ان تحذر من اختراقات خطيره قد تكون موجوده ضمن المؤسسه. لم يلتفت وقلتم لي قد رفعت السقف جدا، أيام قليلة والشيخان يقتلان على مرأى ومسمع وبشاركة من ضباط موجودين. بس ثم لا خرج سمحت الشيخ ذلك. سمحت الشيخ معلش، خلينا نقول ما فينا ندلل نفوت. بس أنا هلا خليني جاوبك على السؤال الأساسي يا أستاذ جورج. إيه بس هوني بالإذن، هوني بس سمحت الشيخ، موضوع خطف الدولة. إيه بس لو سمحت هذا تابع لموضوع خطف الدولة. إيه خليني أسألك بس لو سمحت، يعني خلينا نعتبر إنه مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي الضامنة للاستقرار والأمن، وهي اللي بتضم كل الناس وكل الطوائف والمذاهب. يعني هي الضمانة اللي موجودة بهالبلد. يعني كمان بدنا نخلي هالضمانة الوحيدة الباقية انه نفقدها؟ ليش بدنا نعمل والله هيك؟ انا بتاسف انه اقول لك نحن حذرنا من قديم انه لا تدقوا المسمار الاخير في نعش المؤسسة، وحذرنا قيادة الجيش ألا تحفر المؤسسة قبرها يديها من خلال سوء الأداء، وحذرنا. بس أنا بدي أقول لك شغلي، سؤال بكل صراحة بكل وضوح. تنظيم اللي اسمه حزب الله زورا وبهتانا، ألا يرسل قواته على مرأى ومسمع ورغم أنف المؤسسات الأمنية والعسكرية والدولة في لبنان إلى القصير وغير القصير، أم أن الدولة مشاركة وراضية؟ أنا بدي أسأل. تفضل.
طيب بالمقابل حضرتك سمحت الشيخ قلت بتصريح لألا ما بدي بالمقابل، جاوبوني لا. يا جماعة جاوبوني، الدولة إما أنها عاجزة وإما أنها منخرطة بالمشروع. بالمقابل سمحت الشيخ أنت بتقول بتصريح لألك أنه استهداف طرابلس سببه دعم للثورة السورية، يعني معناتها أنه أنتوا كمان عم تدعموا الثورة السورية، وفي فتاوى صدرت من مشايخ ومن لا 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 ومن لا لا ومن, لا 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 لا. ومن مراجع دينية تدعو إلى الجهاد، وفي شباب راحوا من الشمال، يعني كمان أنتوا عم بتشاركوا في الثورة السورية، وأنتوا كمان عم بتشاركوا بالحرب السورية الدائرة هناك. جوابتك يا حبيب يا أستاذ، جوابتك على هذا الموضوع قبل الآن، وأعيد وأقول هناك سبب رئيسي وأساسي، هناك مبتدئ وهناك ردة فعل، هناك مشروع في المنطقة. الحزب وحلفاء سوريا، حلفاء النظام السوري، حلفاء إيران يعملون ويؤدون أدوارهم من خلال أجندة معينة، من خلال خطة متفق عليها، على أنهم جزء من هذا المشروع، وهذا أمر واضح تاريخيا وإلى الآن. أما بعض الشباب أو بعض التصريحات فهي ردة فعل وبشكل فردي أو شبه فردي، هذا الكلام كررناه وهذا واضح. طيب. أين مشروعنا نحن في طرابلس؟ طيب نحن الشيخ. في طرابلس أكثرية، خليني أقول لك، بتزعلوا من الأستاذ كبرة ولا غيره، طرابلس أكثرية سنية، ما بدنا نقول عاصمة السنة ماشي، أكثرية سنية، والأقلية الموجودة فيها أهلا وسهلا فيها، لكن أن تقتل هذه الأقلية الأكثرية بدم بارد والأكثرية تتفرج والدولة لا تقوم بواجبها بحفظ أمن الناس ومعاش الناس، هذا غير مقبول. بس يعني لما هناك مجموعات، هناك مجموعات عميلة، خلينا كل مرة بتقطع، خليني أكمل لك شوي. هناك مجموعات صنعتها بعض الأجهزة، هناك مجموعات صنعتها أرباب هذا المشروع، جبل محسن، هؤلاء أقلية في البلد ومع ذلك يشلون البلد اقتصاديا وغير اقتصاديا. لذلك نحن نقول بأن طرابلس مظلومة، ردات الفعل هذا من الطبيعي أن تكون موجودة. أما أننا نحن ندعم الشعب السوري، ندعم الثورة، نقف في وجه النظام المجرم، فهذا هو واجبنا، هذه أخلاقنا، هذا ديننا. طيب فإذن يعني الكل، فإذن الكل، إذن الكل متورط، إذن الكل متورط، الكل متورط. لا لا ما تستعجل علي، ما تستعجل علي، ما تستعجل علي. نحن أخذنا الموقف بشكل علني وواضح، وقلنا بأن دعمنا يتمثل بذكر الحقيقة والإغاثة الإنسانية باحتضان هؤلاء النازحين، ليس أكثر. ما في شباب، ما في شباب عم بيروحوا للقتال. هذا بعد أكثر من سنة وبعد تدخل تنظيم اللي اسمه حزب الله بشكل مباشر، كان من قبل هذا الحزب ينكر. بس مجموعة تلكلخ يا أخي، بدك تقول لي تلكلخ، إيه تلكلخ، شو له تلكلخ، شو له تلكلخ، صرنا عم نقول لك، عم نحن ما يا أخي ما بنتهرب من الحقيقة ولا من الواقع، وبنتشرف بكل واجب نقوم به. مجموعة تلكلخ أفراد قليلون بشكل فردي قاموا بهذا العمل ردة فعل على الظلم والطغيان الذي رأوه في سوريا من انتهاك أعراض وقتل للأطفال وسفك للدماء وتهجير للناس واستخدام الطيران ضد أبناء الشعب. بعض أفراد قلي، لكن تنظيم المسمى حزب الله تدخل بشكل مباشر وقبل هذا التاريخ، وكان يقتل منه من يقتل وفي العديد من المناطق، وقلنا هذا الأمر لكن كان يخفي، كان يقول نحن موقفنا السياسي مع النظام السوري، مع أنه حتى هذا عيب. نعم. يعني سمحت ولا الشيخ. يجوز بس اسمح لي بالوقت، يعني الوقت اللي باقي عنا مشان نقدر نغطي أكبر قدر ممكن من المواضيع ومن الأسئلة. بدي دل حظي قليل أنا معكم، تفضل. بتصريح لألك منذ يومين تقول أنه ما جرى في طرابلس يعود سببه إلى أن النظام السوري وحلفائه يريدون نقل الصراع من سوريا خدمة لنظام الرئيس بشار الأسد وتثبيت أركانه وإلى آخره. عادة يعني اللي بيحاول نقل الصراع من المنطقة الموجودة فيها هذا الصراع إلى منطقة أخرى بيكون يلي عم بيخسر على الأرض، بينما شفنا أنه النظام في سوريا لحد هلأ عم بيحقق مكاسب ميدانية ومكاسب عسكرية، فليش بده ينقل الصراع؟ بالعكس يعني الطرف الآخر من مصلحته نقل الصراع، ألا ترى ذلك؟ شكرا على السؤال الطيب. تفضل. لا أرى ذلك مع احترامي. لو كان الأمر كما تقول، ما تدخل هذا الحزب المقاوم العنيف
لم يتدخل بشكل مباشر في القصير وغير القصير وفي العديد من المناطق، وكان يتستر قبل ذلك بضرورة حفظ المقامات وإلى آخره، ثم كشف وكشر عن أنيابه وأعلن بأنه يريد أن يسقط المشروع الأمريكي، لأنه ما شاء الله أمريكا ليل نهار عم تدعم الثورة السورية بالطائرات وبالمدافع ورجمات الصواريخ والغطاء السياسي إلى آخره. فإيش بدك يعني؟ واضح بأن النظام السوري وحلفاء النظام السوري في المنطقة عندهم استعداد، عندهم مشروع، عندهم إعداد له، عندهم تعاطي طائفي فاضح مكشوف مفضوح ينم عن حقد أسود، ينم عن حقد أسود، وإن قالوا غير ذلك، وإن قالوا غير ذلك. هذا الكلام سمحت الشيخ، سمحت الشيخ، هذا الكلام يحتاج إلى تدليل. هذا الكلام ألا يعمق السواطير، ألا يعمق النعرات الطائفية والمذهبية يا سمحت الشيخ؟ هذا صحيح. الكلام مش أنا بدي أعرف أنا شو بدي أعمل إذا كان كلمة، إذا كان يرفعون شعارات الوحدة الإسلامية وبس يجي عاشوراء 10 أيام لا نهار هن عم يبثوا الحقد الطائفي ضد أهل السنة، ونحن أهل السنة في هذا العصر نحن المسؤولون. معلش سمحت الشيخ، سمحت الشيخ، معلش معلش يعني خلينا تسمعوا الحقيقة، خلينا تروها على طول يا سمحت الشيخ، خليني كمل لك شي على بعض بس لا من قريب ولا من بعيد. لو سمحت استاذ فيصل، لو سمحت، والله يا سمحت الشيخ انك عم تجانب الحقيقه، والله العظيم عم تجانب الحقيقه. لو سمحت انا هي مداخله، لا تشوش علي فيها. انا مش عم شوش عليك بس فيصل. انا عشانك يعني ما بيشوى. لا بس سمحت، انت بتعرف حالك، سمحت انت الشيخ. بتعرف حالك انت وغيرك بانك بترفعوا شعارات الشيخ. عشانك لو سمحت ترفعون شعارات معسولة والحقيقة غير ذلك، يرفعون شعار المقاومة والممانعة من أجل بناء الدولة داخل دولة، هذا الأمر خلينا مفضوحا. سمحت الشيخ بس لم يسمح لأحد باقتناء السلاح حتى الصواريخ إلا لحزب إلا لجماعة واحدة تابعة للنظام السوري. سمحت الشيخ لو سمحت قبل ما تتابع بس معلش خلينا نسجل تحفظ معين عن الكلام الذي له علاقة بالشعائر الدينية والاحتفالات الدينية التي لها خصوصية مذهبية ودينية معينة. لا لا لحظة، عن إذنك فليفعلوا ما شاءوا. أنا قلت بأنهم لا هذا ما شعار الدين. أنا حقول لك، أنا قلت بأنهم كانوا يستخدمون مناسبة عاشوراء للتعبئة الطائفية والمذهبية ضد أهل السنة. طيب بالنسبة هذا الذي أقوله. طيب بالنسبة كمان بالمقابل سمحت الشيخ، يفضحون أنفسهم. سمحت الشيخ اسمح لي، بالمقابل كمان عم ينحكى إنه في استخدام لمنابر الخطب الدينية يوم الجمعة كمان لتحريض الناس ولتجييش الناس في المساجد من قبلكم. ماشي، خلصت السؤال؟ ايه نعم. طيب، حين يعتدى عليك وتذكر الحقيقة تكون محرضا، نحن مجرد يعني أناس نذكر الحقيقة، بل جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة، لأنه نحن نعمل إطفائيون، نحن نحاول أن نطفي النار، نحاول أن نطفي الفتن التي يشعلها هؤلاء القوم، لكن يرفعون شعارات جميلة براقة حتى يتقبل الناس هذا الأمر. هذه مجرد شعارات معسولة مخادعة انكشفت الحمد لله مع الوقت، خدعت الناس 10 سنين من أيام وصول الخميني للحكم، لكن مشروع تصدير الثورة انكشف مع الوقت. حتى كبار علماء أهل السنة الذين كانوا عندهم من الصبر ما عندهم ويدعون إلى محاولة التقريب والتفهم ما عادوا يحتملون صبرا كالدكتور القرضاوي، وقال خلاص القضية مكشوفة والمذهبية قائمة والحرب قائمة. سمحت الشيخ اسمح لي بس اسالك بالنسبه لمعارك طرابلس، هل ما زلت تسمعني؟ نعم. ايه بالنسبه لمعارك طرابلس المستمره، نعم، يعني في اموال، يعني في تمويل لهذه الحروب، يعني اذا بدنا نستعمل بين مزدوجين حروب طرابلس التي تهدأ حينا وتتوتر احيانا. كان في تقرير يعني مرق بنشرة اخبار تلفزيون جديد انه الليله تكلفه اليوم الواحد من مليون دولار. من حرب طرابلس بين 100,000 دولار وبين مليون دولار. جولات القتال في طرابلس كل يوم تكلف بين 100,000 دولار ومليون دولار. مين الذي يمول؟ يعني كيف عم بتصير؟ يعني هل تمويل هيدا بيطرح علامة استفهام كبيرة؟
هلا الاقاويل كثيره، لكن انا الذي اعلمه بان سكان المحاور المساكين وبان الشباب على المحاور المساكين ما عندهم بعد شيء قد يعني يباح حتى يدافع عن انفسهم، اما انه يوجد بعض المال انا بقول لك ممكن يوجد بعض المال، لكن بالاساس من الذي عنده ترسانات الاسلحه ومن الذي عنده المشروع؟ نعم ربما يوجد بعض الناس يدعم الفريق الاخر شو جهود شخصيه ما اكثر من هذا. في مخازن أسلحة مخازن يعني 50,000 في مخازن طيب أسلحة ما شاء الله في مخازن أسلحة ذكرتني بالمناسبة القبض عليها بالمناسبة ما شاء الله ايه يعني هذا مخازن أسلحة راحوا أخذوها من الحارة البرانية ليش ما راحوا أخذوا غيرها؟ ليش دخلوا على المصلحة حتى ياخذوها طلعت آخر الشيء هي شو بيطلع 20,000 دولار 100,000 دولار مع الوقت ما بيستطيع أبناء المنطقة أو بعض الداعمين أو بعض الخيرين من أبناء لبنان أو من أبناء طرابلس سواء المقيمين أو المهاجرين أن يدعموا فلان أو فلان ببعض الألاف من الدولارات. أنا اللي بحب أكد لك يا أستاذ جورج بحب أكد لك يا بأننا نحن هنا في طرابلس للأسف الشديد كالأيتام على موائد اللئام، يعني الدعم غير موجود وربما هناك نوع من التآمر نوع من التخاذل المر. نعم يوجد بعض التفاعل الفردي من هنا أو من هناك بعض جهود فردية بعض الناس عندهم بعض الأموال يقومون بجهد فردي فيدعمون بعض الأهالي أو الشباب على المحاور هذا أمر طبيعي، لكن شتان بين هذا وبين أنظمة ومشاريع. سمحت الشيخ وضحت عندهم الفكرة. آلاف الصواريخ عندهم المبالغ الضخمة المسخرة وضحت الفكرة المشروع بالختام. أما نحن مساكين نعم بالختام سمحت الشيخ يعني عم يردني العديد من التعليقات ومن الأسئلة عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر الاتصالات الهاتفية اللي عم بتصب على استوديو العديد من التعليقات والأسئلة، ولكن في سؤال ورد هلأ له علاقة يسألون ما بعرف شو بيقصدوا بالتحديد، يعني عم بيتم السؤال عن زيد الشهال ابنك وعن خضر الحلوي الجريح الذي اجا من القصير الى المنيا الى مستشفى المنيا. انا اعتز نعم وافتخر بكل شاب بكل غيور بكل مقاوم بكل مجاهد في لبنان وفي سوريا ذهب الى سوريا من أجل الدفاع عن الأعراض وعن الدماء الزكية وعن الديار وعن المساجد. لا. يعني من بينهم نجدك من بينهم ابني نعم وهذا شرف لي ولو جاءني خبر استشهاده لسجدت لله عز وجل. ويعني أنا أفتخر بأنني إن فقدت ابني من البيت لم أجده في حانوت لا لم أجده في خمارة وإنما أجده على جبهات قتال يدافع فيها عن الأعراض وعن المظلومين وعن المستضعفين في وجه الظلمة في وجه المجرمين. ابنك هل هو مصاب هل هو جريح أم هو يعني أم لا اتصال معه ما هو وضعه؟ ابني في بيتي يعني قاتل في سوريا وعاد إلى البيت من فضل الله عز وجل. نعم. وبالنسبة لخضر الحلوة الجريح الموجود بمستشفى المنيا هل هو أيضا يعني من الله يحل أيامه ما عندي علم بالتفاصيل، لكن الله يبارك بكل الشباب الذين ذهبوا للدفاع عن المستضعفين والنساء والأبرياء والأعراض التي تنتهك سواء في طرابلس أو غير طرابلس وجروا واستشهدوا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يبارك بهم ويسدد خطاهم لأنهم قاموا بواجب الدفاع عن مظلومين مضطهدين حين خذلهم العالم وهذا عار على جبين المجتمع الدولي وعار على جبين من يرفع شعار وحدة إسلامية ويسمي نفسه حزب الله شكرا. ثم يذهب ليقتل الأبرياء والنساء والأطفال ويتحدى الناس طائفيا في القصير وغير القصير. شكرا لك أسأل مؤسس. الله عز وجل أن يوفقنا لنصرة الحق ونصرة الفضيلة ونصرة العدل أينما كنا. شكرا لك وبارك الله بالجميع وشكرا لك شكرا لك مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهلال شكرا على هذه المداخلة مباشرة من طرابلس. في الواقع قبل ما أخذ فاصل إعلاني وقبل ما أكفي الحديث مع ضيفينا
في عندي اتصال من عبد اللطيف صالح المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي من جبل محسن. مساء الخير أستاذ صالح. مساء الخير أستاذ جورج، مساء الخير لضيوفك الكرام. نعم تفضل. بالطبع عندك تعليق أو توضيح له علاقة يعني بما ذكره الشيخ داعي الإسلام يعني الشهر. للأسف أتحفنا داعي الإسلام بكل اللي قاله. جبل محسن ولا يوم من كل الجولات اللي صارت بطرابلس كان له يد ببدء المعارك، ومثل ما تفضلت حضرتك وحكيت، نحن طول عمرنا نقول نحن بنترك أمرنا للجيش اللبناني، ونحن فعلا هالشيء بعدنا عليه. واليوم الصبح تم إزالة الدشم والمتاريس بجبل محسن عند الساعة 8:30 الصبح دون إعاقة ودون أي شيء، وبالعكس بترحيب كل من أهالي جبل محسن، بعكس ما حصل بباب التباني يلي أطلق النار على الجيش من شان ما يشيلوا المتاريس. هيدي نقطة. النقطة الثانية، معلش عم يقول داعي الإسلام الشهال إنه في أبرياء وفي فقراء هني يعني عم يبيعوا البقدونس وعم يبيعوا الخضرة وما بعرف شو ليجيبوا سلاح ويقاتلوا فيها جبل محسن. طيب هل جبل محسن هل جابوا لنا فراغ واحد لهون 82 أو 60 أو صاروخ 107 يلي عرضهم الأستاذ رفعت عيد بمؤتمر الصحفي وفرجاهم للإعلام؟ نحن نتحدى أي شخص بطرابلس يأتينا بفراغ واحد لهون 82 أو 60 أو 107. ما بقول لك نحن انه منا عم ندافع عن نفسنا، عم ندافع عن نفسنا. نعم. لسبب من الاسباب استاذ جورج، كل مره بيطلع بعض المشايخ وبيقول جبل محسن مقابل حمص، جبل محسن مقابل بنياس، جبل محسن مقابل بابا. بس انتم ما تنسى استاذ صالح انه انتم هددتوا يعني الاستاذ رفعت عيد من اسبوعين او ثلاثه هدد طرابلس، يعني كان موجه تهديده لمدينه طرابلس. لما بيطلع احد 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 نواب تيار المستقبل نواب الأمة بيقول في عصابة بجبل محسن، هل العصابة اللي بجبل محسن هي اللي عم تسرق وتنهب وتصلب محلات بطرابلس؟ طيب ما هيك لما طيب لحظة ما انتم من شان تضحضولن كلامهم، مش تبرهنولن انه ايه في عصابة لما بتهددوا انه بكون توصفوا المدينة، يعني معناتها عم بتثبتولن حكيهم. يا استاذ جورج لما نحن طلعنا لنحكي نحن طلعنا كنا عم نناشد طرابلس وعم نقول له نحن ما عم نهدد، نحن ما بنهدد على طرابلس، طرابلس خط احمر بالنسبه لنا قبل غيرنا. ونحن بنعرف شو نحن اهل طرابلس، نحن طرابلس، نحن اولاد طرابلس، نحن سجلنا اولاد طرابلس. طيب بس لو سمحت الاختصار لانه الوقت صار ضاغط عليه. جبهه النصره والجيش السوري الحر هي من تقوم بسلب ونهب المحلات التجاريه. هل اللي عم يحصل بالاسواق الداخليه بين مجموعات بين السنه والسنه؟ نعم. هل جبل محسن قالوا يد فيها؟ نعم. شكرا لك عبد اللطيف صالح المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي على هذه المداخلة. أستاذ جورج كاسيني، لما الجيش اللبناني بيقول هذا الأسبوع ببيان يعني وكأنه اعتبر بمثابة انذار، لما بيقول أنه الأيام الأخيرة حملت إصرار من جانب بعض الفئات على توتير الأوضاع الأمنية، خلق الحساسيات بين أبناء الشعب الواحد على خلفية الانقسام السياسي الحاصل في شأن التطورات العسكرية في سوريا، هل يعني ذلك إنه وصلنا إلى خطر حقيقي، إلى حافة الهاوية؟ طبعاً يعني الشيء اللي صار بطرابلس هون ما بدي أعلق على الكلام اللي قيل لأنه ما صدقنا كيف هديت، وإن شاء الله بتضل مستمر الهدوء. ولكن ما في شك إنه بطرابلس وبغير طرابلس بأكثر من منطقة لبنانية شهدنا حدود عالية من التوتر بالفترة الأخيرة لامست الهاوية. صحيح. ولذلك بس توفر الغطاء السياسي الفعلي للجيش اللبناني قام بدوره الفعلي والحقيقي وجنب المدينة. طب هون سؤال، ليش ما كان متوافر هذا الغطاء السياسي؟ مين كان عم بيحجب هذا الغطاء السياسي عن الجيش يلي مثل ما قلت يعني وقت اللي توفر الغطاء السياسي قدر الجيش بكل سهولة وبساطة أنه يكون عقد المسؤولية ويحسم الموضوع؟ ليش ما كان موفر قبل هذا الغطاء؟ هذه علامة استفهام كبيرة. طبعاً علامة استفهام. ما عندك جواب عليها؟ استاذ فيصل. أنا عندي جواب. أول شيء لازم. هلا بتعتبر هني ما كانوا موفرين الغطاء؟ هني لأنه بالحكومة. خي بعد عم تخانقني معه قبل ما جاوب. ولا بشي. قبل ما جاوب وعم تخانقني معه عم تفترض من عندك. مسائبة أنت يعني. أنا بدي أقاتل على كل الشبهات. بدك مين يحمسك تخاني؟ ما أنت حماسك منك وفيه. لا أنا حماسي مني وفيه بس لا أخرج عن الأدب العامة بس بكل الجهات. أنا بس بدي يكون عندي تمني ببرامج التوك شو السياسي عموما بكل وسائل الإعلام اللبنانية عندما يخرج خصوصا مشايخ يعني وبيدعوا أنه هني مشايخ وخطباء مساجد أنه هؤلاء يجب أن يعلموا الناس الحكمة والهدوء
والعقلنة يعني بصريح العبارة. على كل حال على كل حال تحفظنا لا 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 بصريح العبارة تحفظ انه الشغلات اللي علاقة بالمناسبات لا لا بغض النظر حتى مش على مش على الخصوصيات الدينية مش على دافع عن عاشوراء. عاشوراء بتدافع عن حالها صار 1400 سنة عاشوراء بس حتى ما نستهلك الوقت بتكرار. بس يجب ان يعني اضع يعني علامة أساسية بهذا النقاش. هذا الخطاب يسيء إلى أهل السنة إذا كان يظن البعض أنه يدافع عن أهل السنة، وإذا كان هذا الخطاب يأتي من أهل الشيعة فإنه يسيء إلى أهل الشيعة، لأن الموضوع ليس مطروحا بهذه الطريقة ولا نقبل أن يكون بهذه الطريقة. الموضوع برمته موضوع سياسي، صراع سياسي في المنطقة. البعض ارتضى أن يكون مع هذا المحور والبعض الآخر يدافع عن هويته. على كل حال رجعني للجواب الأساسي، موضوع الغطاء السياسي بطبيعة الحال عندما نناقش الآن 17 جولة من الاشتباكات في طرابلس مع بدء الأزمة السورية، ودخل عليها في الجولات الأخيرة العامل السوري بشكل مباشر عبر التوثيق يعني من قبل الأطراف المعنية من أن هناك جهات سورية تمارس هذا الفعل في طرابلس، ولم يعد هناك من قدرة للفعاليات الطرابلسية على الوقوف بوجه هؤلاء سواء من الجيش الحر أو من التيارات السلفية المتعددة الجنسيات أو من بعض الشخصيات السياسية الطرابلسية. بس لو فيني أخذ جواب مباشر. جواب مباشر. ما حدث في القصير الآن أرخى بتداعياته على مستوى المنطقة، يعني بمعنى جعل العقول الحارة أن تكون باردة بعض الشيء، لأنه لا يمكن أن نستمر بهذا العقل الحار في الداخل اللبناني بهذا المستوى، ولا سوف نذهب جميعا إلى انفجار. لذلك أتت الإشارات الإقليمية من السعودية إلى تيار المستقبل ومن الأمريكيين. ما أنا مثل ما عم أقول لك نعم هذا هو بصريح العبارة، يعني إشارات سعودية إشارات أمريكية. السعودية والأمريكان ما كانوا سامحين بغطاء سياسي للجيش اللبناني؟ مش موضوع جيش اللبناني يا أخي، ما عم بسألك موضوع عم بسألك سؤال ما يعني ما بدي خطاب، بدي جواب مباشر. خطاب نعم هناك إشارات أن هذا الوضع يجب أن يضبط بأي شكل من الأشكال، وألا تحولت القضية إلى مسرح آخر تماما. لذلك أعتقد أن الجيش اللبناني ببيانه الواضح والذي حذر الجميع من أن ما يحدث عكس تصريحات كثيرة أنه هذا لن يغير شيء في المعادلة في سوريا. لذلك تسلم الآن الجيش زمام الأمور وبدأ بجبل محسن مع تحفظ من قيادة الحزب العربي الديمقراطي، لكنه يعني لقى بدأ من هونيك حتى يضع الحجة في المكان الآخر. دائماً ما في حجة للسيد محمد كبارة وخالد ظاهر وغيره عن موضوع أنه لبنان يراد له أو المطلوب أن يظل ضمن نطاق معين من الاستقرار وممنوع أن يدخل في اللا استقرار، ولكن مناوشات أو توترات من هون أو من هون ماشي الحال، بس بضل الوضع مضبوط. هاي هالمقولة أو هذا التحليل شو تفسيره؟ يعني شو حيثياته؟ مين يلي بيطلب ومين يلي ما بيطلب ومين اللي بيسمح وما بيسمح بعدم الغوص في موضوع طرابلس حرصا على استمرار التهدئة؟ اضطرني الأستاذ فيصل مرة جديدة أن يفوت بهذا الموضوع، لأنه للأسف وما يزعل مني عم بيزور الوقائع، مش تيار المستقبل اللي شعل طرابلس يا أستاذ فيصل، ومش التحذيرات اللي حكيت عنها. إذا بدنا نحكي عن التحذيرات الفعلية، تحذير رئيس سعد الحريري اللي وقف المشكلة بطرابلس، مش العكس. مش تيار المستقبل كان مشعل طرابلس. لا من هني عم نقول إذا كان هو يعني عنده القدرة. ما نغير وقائع. على كل حال يعني بيانه كان واضح للرئيس الحريري. طبعاً. وبعد هذا البيان. تمام. خلي كفي. ما نغير وقائع. أنا ما عم غير. مش تيار المستقبل شعل طرابلس. أنت بتعرف. وانا اذا ما عندي رغبه انه نرجع لجو السجال حول طرابلس حرصا على هدوء طرابلس، بس مش معناتها انه الوقائع اللي انذكرت من الاخ تبع الحزب العربي الديمقراطي انه صحيحه. مش صحيح ابدا، العكس صحيح تماما. اوكي خلينا ما نفوت بهذا السجال. قصه انه الاستقرار، عوامل الاستقرار، ضمانات الاستقرار، مين بيضمن مين ما بيضمن، شو هيدي اللعبه او المعادله؟ الاستقرار بيضمنه طرفين يا استاذ. السلطة إذا قادرة تضمن الاستقرار، إذا قادرة، والناس لا. بس لما بينقال إنه مش مسموح إنه لبنان ينزل بالهاوية، ولكن بيبقى على حافة الهاوية،
وفي كلام مش مطلوب انه المطلوب انه يضل في نوع معين من الاستقرار في لبنان. مين اللي بيطلب وما بيطلب ومين اللي بيسمح وما بيسمح؟ شو هالمعادله في تمنيات دوليه بنسمعها دائما بتطلع بالاعلام انه خلي الاستقرار مضمون بالبلد وما تتاثر ما يتاثر لبنان بتداعيات ما يجري بسوريا. بس انا برايي هيدي يعني ما لا تترجم على الواقع على ارض الواقع. شو اللي يترجم؟ اذا ما كان في نيه عند الاطراف اللبنانيين يحفظوا الاستقرار. في نيه بحفظ الاستقرار؟ لا مش عند كل الاطراف للاسف. للاسف لك يا هلا بيفتح لنا هذا بيفتح لنا هلا بيرجع بيحكي لي الجيو استراتيجي جاي تحكي لي بالليسترين انه لما بيطلع مجموعه موكب سيار لحزب الله بقلب منطقه جديده بتطلع بتزمر احتفالا بما جرى بالقصير. طيب هيدا ضمان للاستقرار؟ شو بتاخذ مع التفاصيل؟ عرفت كيف تفاصيل هيدي؟ تفاصيل بس كمان هلا الزلمه عم يحكي الزلمه عم يستفز كل العالم وطلع قال ابني يا ريته اجى استشهد ومجاهد وبعتز والى اخره. طيب كيف انت بدك تسمح هذا الخطاب مقبول وخطاب اخر مش مقبول؟ يعني شو المنطق هذا؟ هذا اللي زرعه حزب الله. مش صحيح الحكي مش صحيح. هذا اللي زرعه صحيح. انت مخطئ تماما. الذي قتل من شباب حزب الله في سوريا منذ اكثر من سنه ونص سمعت فيهم انت؟ ما سمعت فيهم. اغتيل ناس بقلب شوارع دمشق من حزب الله اغتيال. طلع حزب الله قال شيء سكت. شو يعني؟ اعتدي على اعراض من نساء من مناطق الهرمل والقرى اللبنانيه. طلعت سمعت حزب الله عمل شيء؟ ما عمل شيء. اغتيل ابن خالته للوزير غازي زعيتر ببيته بحمص اغتيال. طلعت سمعت شيء؟ ما حدا حكي شيء لانه ما بدنا حدا القصه ياخذها بهذا الاتجاه. اما تطلع تقول لي تعمل لي انه هذا معركه قائمه في 120 شهيد دفعوهم حزب الله في هذه المواجهه على اساس مواجهه مشروع استراتيجي. تيجي بتقول لي اياه انه والله طلع واحد عمل لي قصه مذهبيه وطلع وزع لي بونبون. هذا حكي تفصيل بسيط. نحن عم نحكي بمشروع استراتيجي بالمنطقه انكسر في القصير. هذه قناعتنا وليس له علاقه بالمذهبيه ولا بالطائفيه ولا ابدا. وضحت الفكره. شو عندك تعليق؟ عم بسال شو اللي انكسر بالقصير؟ انكسر المشروع الاستراتيجي في القصير اللي هو كما هو هذا المشروع ان يجعل لبنان وسوريا في حضن الأمريكي والإسرائيلي. لن يعود لبنان إلى حضن الأمريكي والإسرائيلي. لن يعود لبنان موطنا لاتفاق 17 أيار. سواء طلع الرئيس السنيورة قال عم تقاتلوا العرب والمسلمين وسواء طلع الشيخ داعي الإسلام الشهال بيقول باسم التيار السلفي يعني أسوة بالتيار السلف الصالح أو طلع السيد سمير جعجع طلع يعمل لي نظريات ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نتكلم عن مشروع له علاقة بتقسيم النفوذ في العالم وتقسيم المنطقة وتنفيذ مشروع 2006 استاذ جورج. بعد استاذ أن عجز عنه تعليقك قبل ما ياخذ فاصل إعلاني. تعليقك قبل ما ياخذ فاصل إعلاني. هذه هي رؤيتنا وهذه هي قناعتنا وما حدا ياخذنا على تفصيل. لا بس ما حدا ياخذنا وضحت الفكرة. لا ما حدا ياخذنا على تفصيل بسيط. فهمنا وحياتك فهمنا. تفضل خلينا نحترم تفضل. هذا انتصار وهمي على الشعب السوري. هذا الانتصار بين مزدوجين حول حزب المقاومة إلى حزب محتل لأراضي عربية. هذا الانتصار الوهمي. هذه العبارات اللي فيها شيء من الشتيمة. بلاها مش عم بشتم حدا. بلاها بلاها. خلي كفي. هذا الانتصار الوهمي حول وضع حزب الله في عزلة في مزيد من العزلة اللبنانية والعربية. وأعطيتك مثل من شوي حتى حليفه العماد عون كان ضد تدخله بسوريا. زاد هذه العزلة عربيا وإسلاميا. هذا هو الانتصار بين مزدوجين الحزب. هيدا رأيك وكان ستثبت لك رأيك. الأيام ستثبت لك الأيام أين كنتم وأين نحن. بعد الفاصل الإعلاني سينضم إلينا مباشرة من دمشق دكتور أكرم مكنا الكاتب والمحلل السياسي ومباشرة من تركيا العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر. بعد هذا الفاصل الإعلاني ونتابع مشاهدينا حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة مع ضيفينا جورج كاسيني وفيصل عبد الساتر من دمشق دكتور أكرم مكنا ومن تركيا العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر. بالحقيقة عم توردني تعليقات عديدة إن كان على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج أو على تويتر. في كتير أسئلة في كتير تعليقات من المشاهدين.
يعني في مناخ عام عم بيقول انه يعني في حالة قرف من مناخ او من جو مذهبي او طائفي او الى ما هنالك عم بيعبروا عنه الناس. انا عم برفض. في انا عم برفض وطبعا اكيد طبعاً. جورج مكسيري طبعاً. بيرفضه ونحن بنرفضه وكل الناس بترفضه ولكن ايضا في اسئله عديده عم تورد. بدي اختار منهم سؤالين، سؤال موجه لك وسؤال موجه للاستاذ فيصل، وبتمنى اجابات سريعه قبل ما انتقل لدمشق ولتركيا. بيسالوك استاذ جورج كاسيني، شو تعليقك على ما قاله الشيخ داعي الاسلام الشهال انه اعترف انه ابنه كان عم بيقاتل بالقصير وانه رجع على البيت؟ يعني مش اول اعتراف انه في افراد عم بيشاركوا بالقتال لا بفتكر بالقصير. روحيه السؤال انه طالما انت ترفض تدخل حزب الله، يعني هل طبعًا. ايضا ترفض طبعًا. تدخل داعي الاسلام الشهال طبعًا. وابنه طبعًا. وباقي الشباب اللي موجودين طبعًا. من فوق طبعًا. عم بيروحوا يقاتلوا طبعًا. الى جانب المعارضه؟ طبعا نعم طبعًا. استاذ فيصل كمان عم بيسالوا عن مصير الجرحى الذين يتم نقلهم. نعرف انه الصليب الاحمر عم بينقل جرحى من القصير الى مستشفيات في البقاع الغربي، عم بينسال انه مصيرهم بعد شفائهم شو؟ وفي يعني بيناتهم يمكن مقاتلين مش بس. أول شيء نتمنى للجرحى الشفاء، هذه أخلاق يجب أن تكون موجودة، وأعتقد أن حزب الله يعني أظهر أنه يعني على مناقبية عالية جدا حينما قبل، وهو الذي يعني ساعد في إيصال هؤلاء الجرحى إلى المستشفيات من داخل القرى التي متواجد فيها حزب الله، من الحدود من القرى المحاذية للهرمل، وبالتالي هذا يسجل لحزب الله بأنه المعركة شيء وبعد المعركة شيء آخر، وهذا يعني إذا عبر عن شيء يعبر عن أخلاق رفيعة. وكنا نتمنى أن لا نصل بهذا الأمر إلى هذا المستوى، لكن مع الأسف الشديد عندما تسمع هذا النوع من الخطاب الذي يتستر تحت الغطاء الديني، أنا أعتقد أن هذه الأمة يجب أن تستنهض قواها من جديد وترجع إلى عقلها من جديد. وصل. لا وصل على الجواب. طريقة النائب عمار الحوري بيطلع بيقول لي 1400 سنة وهذاك بيقول لي 1300 سنة. استاذ فيصل خليني انتقل إلى دمشق. إشارة إلى أنه في عندي علي راضي بعت لي صورة للشيخ داعي الإسلام الشهال ونجله زيد الذي من المفترض أنه كان بالقصير. على كل حال بدي أرحب بدكتور أكرم مكنا الكاتب والمحلل السياسي مباشرة من دمشق. مساء الخير. مساء الخير. وأيضا أرحب بالعقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر من تركيا. مساء الخير عقيد. مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. نعم بتمنى منكم لو سمحتوا أن تكون الإجابة على الأسئلة مباشرة ومختصرة لكي نستطيع أن نتحدث عن مجمل المواضيع في الوقت المتاح لنا بالحجز الفضائي. دكتور مكنا، بعد القصير ما هي الخطوة التالية خصوصا مع الأنباء المتداولة عن بدء عملية عاصفة الشمال في ريف حلب؟ القصير كان انتصار نوعي استراتيجي والكل يعلم ذلك، ونحن لم نكبر القصير، المعارضة هي من كبرت القصير. بالتالي نعم هو مرحلة في عدة انتصارات، وأنت لاحظت الانهيار المعنوي للمجموعات المسلحة، ولاحظت أن لم يبقى مسؤول عالمي إلا وصرها على القصير، أوباما مرتين، كيري ثلاث مرات، مجلس المصغر الأمني الإسرائيلي اجتمع مرتين. نعم القصير كانت من أهم قلاع الإرهاب، واستطاع الجيش العربي السوري بمساعدة بعض القوى الشريفة أن يقضي على الإرهابيين، ولم يكن هنالك مدنيين على الإطلاق. إنجاز استراتيجي نوعي. نعم الانطلاق سوف هذا الانتصار سوف يؤدي إلى انتصارات أخرى، وبدأت في شمال حلب. وأستطيع أن أقول لك أستاذ جورج أن الموضوع هو تراكمي. أثناء معركة القصير تم تحرير أكثر من 13 قرية في حماة، نعم، و 18 في حلب. دكتور مكنا، حسم المسألة مستمرة. نعم، حسم معركة القصير، حسم معركة القصير اليوم، هل يعني بالنسبة لكم إنه المعركة شارفت على النهاية؟ المعركة بشكل عام يعني، أو ما يحدث منذ سنتين وثلاثة أشهر حتى اليوم، هل تعتبرون أن القصير ينبئ بقرب انتهاء الأزمة السورية؟ أستطيع أن أقول لك أستاذ جورج أن الانتصار هو صمود هذه الدولة لمدة سنتين ونيف، وكل العالم ضدها، هذا أهم من الانتصار. نعم نؤسس على هذا الانتصار
للانطلاق إلى انتصارات أخرى. لا نقول أن الموضوع انتهى، لا، لكن أعتقد وأجزم أقول لك أنها بداية الانتصارات وبداية تقصير عمر الأزمة وبداية تقصير كل من يريد أن تضرب سوريا، تقصير عمر الإرهاب، تقصير كل من يدعم الإرهاب. ليست المسألة في موضوع القصير، المسألة في من جيش وفي موضوع الاستخبارات اللي كانت موجودة في القصير، وأشار السيد لافروف إلى ذلك، قال هنالك استخبارات أجنبية في القصير، وأنا أترك هذا الموضوع للدولة السورية لتعلن عن من كان موجود في القصير، أنا لا أريد أن أتكلم حول ذلك. نعم. دعني أتحول إلى تركيا مع العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر. عقيد، نتائج معركة القصير هل تنظرون إليها كمجرد جولة أم أكثر من ذلك أم ماذا يعني؟ وبدأ واضح انهزامكم وبدأ واضح يعني مدى تعويل النظام على هذه المعركة وعلى انتصار جيش النظام فيها. طبعا 80,000 مقاتل من مرتزقة من الشتات من كل مكان وعلى رأسها عناصر حزب الله وإيران. هذه الأرقام ليست افتراضية، هي أرقام مأخوذة من سجلات النظام. يا سيد جورج، هذا كلام كاذب، هذا ضابط فار من الجيش العربي السوري، هذا كاذب يكذب. الجيش العربي السوري أخرس أيها القذر، أنت قذر تافه، أخرس يا ضيعان البدلة، البدلة الموجودة عليك، أنت ضابط شؤون إدارية قذر، قذر، أنت كنت تسرق أموال الناس، أخرس أيها القذر، أيها الزاني، يا ابن الزاني الحقير. دكتور أكرم، معلش معلش، خلينا منفوت، يا كلب، خلينا منفوت بالشتائم، خلينا منفوت، خلينا منفوت بالشتائم ولا بالشخصي، خليني ارجع، ان يخرس هذا العقيد الحقير. عقيد مالك الكردي، لو سمحتوا، لو سمحتوا بدي جواب. اخرس يا قذر، يا دكتور انت سارق اموال الناس، يا دكتور لو سمحت، لو سمحت اخرس، بدي ارجع، يا ضيعان الشوارب التي على وجهك، لو سمحتم، لو سمحتم، لو سمحتم، إذا لم توقفوا لغة الشتائم بدي أضطر لإيقاف الحلقة. عقيد شؤون إدارية قذر، يا دكتور إذا ما وقفتوا الشتائم بدي أضطر لإيقاف المقابلة. عقيد مالك الكردي، ارجع معي لموضوع اللي سألتك إياه، معركة القصير برأيك هل هي جولة بالنسبة لكم أم هي نتيجة استراتيجية، وماذا عن الرد أو الخطوة التالية عندكم؟ طبعا نتيجة الحجم الكبير الذي استخدمه مرتزقة هذا النظام باستخدام كل أنواع الأسلحة الثقيلة مع إمكانياتنا المتواضعة، قاومت عناصرنا الباسلة أكثر من 20 يوم في القصير، فريتم ومع ذلك هي مستمرة في القتال، مستمرة في القتال حتى هذه اللحظة، وسنبقى نقاتل حتى آخر لحظة، سننتصر عليكم، سننتصر على هؤلاء القتلة، هؤلاء المارقون في قتالنا حتى. عقيد نحن اسمح لي، اسمح لي بسؤال يعني يوم داه يسكت، هذا داه لا يقاتل، يوم لحظة خلوني أسأل رؤوا اثنيناتكم لو سمحتوا، رؤوا خلوني أسأل. عقيد مالك الكردي، وقت القصير سقطت في يد النظام، بهالوقت بالتحديد كانت مشاهد البث الفضائي عبر التلفزيونات عم تنقل مباشرة من القصير وعم بتفرجي سيطرة النظام على بلدة القصير. بهالوقت هيدا كان مسؤول الإعلام في الجيش السوري الحر فهد المصري عم بيقول لا قناة الجديد، عم بيقول هذه مشاهد من الأرشيف. يعني بدأ وضعكم مشتت وبدأ وكأنه ما عارفين شو عم بيصير، ليش بديتم في هذه الحال من الضعف ومن التشتت؟ يا أخي نحن نقر أن هناك إمكانياتنا متواضعة في الأسلحة وفي أجهزة الاتصال، نحن نقاتل حرب عصابات، أسلوب حرب العصابات الذين انتهجوا في الحرب. النظام قام بقوات كبيرة جدا مستخدما كل أنواع الأسلحة، نعم حقق
بعد هذا الدمار الكبير حتى وصل إلى بلدة القصير، وما زال حتى هذه اللحظة عناصرها تقاتل في أطراف بلدة القصير وريف الشمالي في بلدة القصير، وما زلنا مستمرين. نحن بالتأكيد هذه جولة ليست القصير هي نهاية المعركة مع النظام، هناك جولات كثيرة سنخوضها مع هذا النظام حتى إسقاطه. هذا نحن ما قلناه منذ بداية الثورة، إننا ننتهج أسلوب الكر والفر وما زلنا ننتهج هذا الأسلوب. هناك بعض المحطات التي نتشبث بها لوقت معين ويمكن أن نتراجع ونخلق جيوب نارية، جيوب قتل للنظام، وهذا ما قمنا به في بلدة القصير حيث أوقعنا النظام في جيب ناري تم فيه قتل أكثر من 200 عنصر من عناصر حزب الله والمرتزقة النظام من كل مكان. طيب دكتور أكرم مكنا، هناك أراء كثيرة تعتبر أنه لولا تدخل حزب الله ما كان استطاع النظام في سوريا أن يحسم معركة القصير بهذا الشكل. هل النظام هو بين مزدوجين ضعيف، بدا ضعيفا أمام المعارضة، أمام المسلحين، أمام الجيش الحر، حتى تطلب مساعدة من حزب الله أم ماذا؟ أستاذ جورج، أولا اسأل رامز القاضي كم كان كميات من السلاح موجودة يستطيع أي جيش أن يقاتل أشهر، أسلحة إسرائيلية وأسلحة كبيرة، اسأل رامز القاضي مراسلكم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، مساعدة حزب الله هي مساعدة بسيطة وليست كبيرة. الجيش العربي السوري هو كان القائد في العمليات وهو الذي كان يقوم بكل شيء. إضافة إلى مسألة مهمة جدا، أستطيع أن أقول لك أنهم هم يعلمون يحاولون أن يسرقوا النصر من الجيش العربي السوري. هنالك آلاف، لا بل عشرات آلاف الإرهابيين المرتزقة تحت اسم الجهاد أتوا إلى سوريا يقاتلوا ويستكثرون على حزب عربي إسلامي مقاوم شريف حقق نصر للأمتين العربية والإسلامية أن يقاوم أو يكون موجود في قلب العروبة النابض سوريا، وهم الذين بدأوا بالاعتداء عليه، وهم الذين أطلقوا الصواريخ، وهم الذين قالوا بعدما ننتهي من سوريا سننتقل إليك. دكتور نسمعك. دكتور مكنا، بس عم بيقول لا تفنون الكذب يا جورج، اسمع لي كلمة دكتور. والله إن معركة القصير قصرت أذناب الجيش الكر، وفي حلب سنقتلع أذناب الجيش الكر، وهذا ضيفك كانوا والله سنقتلعكم من التاريخ مالك الكر أخرس أيها الخسر، أنت ساقط أضيعان البدل، والله سنقتلعكم من التاريخ لو سمحتوا. لو سمحت أخرس أيها القدر. العقيد مالك الكردي، سؤالي لك، اسمعني بدي اسالك عقيد بدي اسالك، والله لن يبقى لكم ذنبا ايها الجيش الكرد. العقيد مالك الكردي، سؤالي لك، اين قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الاسعد؟ يا جورج سؤال دكتور مكنا، دكتور مكنا لو سمحت خليني اسال روح سؤال. عقيد مالك الكردي، اين العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر؟ وهناك بعض المعلومات او التحليلات او الخبريات تقول انه لم يعد في الصوره، او يعني اين هو؟ يعني بالامس تماما خرج رياض الاسعد في بيان يعلن فيه عن اعاده هيكله الجيش السوري الحر. رياض الاسعد على راس مؤسسه اسمها الجيش السوري الحر، يقوم بمزاوله عمله بعد الإصابة التي تعرض إليها وفقد فيها ساقه وهو في ساحات القتال، وهو مستمر ومستمرين من ورائه حتى تحقيق النصر. طيب عم تحكي وقطع ذيل هؤلاء الأذناب. عم تحكي عن تحقيق النصر. لحظة دكتور مكنا، عم تحكي عن تحقيق النصر، ولكن اسألني يا ضابط شو هو؟ كما هو عم بيسألك ضابط شو أنت؟ ضابط شؤون إدارية كان يسرق المصاري من المساكر. ضابط شؤون إدارية، نعم أتحداك، هاي نظامك، هاي يتحدى نظامك. عندما فتش مكتبي وصندوق مائي لبعد خروجي يا ضيعان الشوارب، وتأكد من معلوماتك كيف
يا قذر يا كلب يا كلب يا حقير يا عقيد ويا دكتور أكرم روقه 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 وضحتك وضحتك كل نظامك رح ارجع رح ارجع لكم نظامك هذا الامر اسالهم راس ايها القذر اذا ما بتسكتوا انت تمارس جهاد النكاح رح اوقف الحلقة يا سافر اذا ما بتسكتوا رح اوقف الحلقة لحظة لحظة اليوم نظامكم مع الاسرائيليين لك روح ولا لندوس على راسك ولا ندوس على راسك لو سمحتوا لو سمحتوا عقيد مالك الكردي ودكتور مكنا لو سمحتوا اثنيناتكم تسكتوا اثنيناتكم تسكتوا وبدي سكتوا اثنيناتكم سكتوا اثنيناتكم لو سمحتوا قبل البريك عقيد مالك الكردي على شو عم بتراهنوا انتوا على شو عمالك يا دكتور مكنا روق على شو عم بتراهنوا على شو عم بتراهنوا نراهن على شعبنا نراهب على جيشنا الحر بس نراهب على هذا لحظه 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 يلي بين يلي بين بمعركه القصير انه انتم حسب ما عم نسمعكم وحسب ما عم نسمع الدول الغربيه اللي المفترض تكون داعمه لكم ما عم بيبعثوا لكم سلاح ما عم بيبعثوا لكم دعم بما فيه الكفايه وبالوقت نفسه عم بتضلوا تراهنوا على النصر. طب شو أدوات هذا النصر بالوقت اللي ما عندكم دعم كافي؟ كيف بكونوا تضلوا مضاينين؟ شو عشو رهانكم؟ نحن لم نعول على أحد من الدول. نحن نعول على إرادة شعبنا، على قدرته على القتال. الشعب مصمم. حجم الدماء والقتل الذي مارسه هذا النظام والظلم هو الذي يدفعنا على متابعة القتل. لن نرضى للعبودية، لن نستسلم، نموت أو ننتصر. طيب دكتور أكرم مكنا، دكتور مكنا عم تسمعني؟ سامعك تعطيني دقيقة بس. تفضل دكتور مكنا. قديش في وقت؟ تفضل. أنا بدي أحكي لك قصة قصيرة بتصور لك هاي المعارضات السورية. قصة بسيطة جدا. كان في صياد بإحدى الضياع، فهذا الصياد كان يطلع يصيد. فكل طلع له نمر وهذا النمر كان مخوف الضيعة فحطه صار بده يصيده للنمر ما في صاده فاجى النمر لعنده بده ياكله طلع النمر بلوط مثل ما العرعور بلوط في نمورة بتلوط كمان فقال له يا بدي لوط فيك ولاد حقير ولاد تحت أدب يا خليل الأدب قلبي لعن أبوك أدب يا خليل الأدب خلي لحظة لا 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 انت ولك التربية في الكرحانات راسي لعن أبوك انت ولك أبوك التربية في الكرحانات لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا إذا بدك تضل هيك القصة بدي اضطر وقف المقابلة هو الكلب هو عم بيقاطعني يا دكتور يا دكتور أنا عم بيقاطعني يا دكتور يتعرض للناس بالوسخة هذا دكتور هذا وسخ هذا عقيد لحظة خليني كفي لك دكتور مكنا تفضل كفي خليني كفي لك تفضل فهذا الصياد قال له النمر يا بدي اكلك يا بدي لوط فيك قال له لا لوط فيني راح هذا زعلان الصياد اسمعوا لك خرا اسمع لحظة يا دكتور لحظة حقير لك خلاص لك معلش رح اضطر اني فوت على فاصل اعلاني لانه اللي عم بيصير مش منطقي من وين جاي هذا محاول هذا بيعرف يحاول هذا جايبينه بالشارع ونتابع ما تبقى من دقائق قليلة من هذه الحلقة بالواقع بدي كرر أو بدي أعتذر من المشاهدين من يلي عم يحضرونا على الكلمات والعبارات يلي وردت قبل هذا الفاصل الإعلاني وتخطت حدود اللياقات وما كنا بنتمنى أن توصل لهون ولكن بالدقائق القليلة المتبقية وقبل ما أرجع لضيوفي باستوديو دكتور أكرم مكنا والعقيد مالي الكردي لو سمحتوا بعد عنا دقيقة يمكن تيخلص حجز البث الفضائي من الخارج بدي دقيقة منك دكتور مكنا ودقيقة من العقيد مالك الكردي ولو سمحتوا ما تفوتوا على بعضكم وتشارعوا دكتور مكنا في الختام ماذا عن جنيف 2 بعد القصير دكتور مكنا عم تسمعني يبدو أنه فقدنا الاتصال ما أعرف إذا العقيد مالك الكردي بعده معنا كمان طيب أستاذ جورج بكاسيني بختام هذه الحلقة ماذا عن أفاق ما يحدث في سوريا
بعد النتائج الميدانية بانتظار الحوار أو ما يحكى عن حوار أمريكي روسي، ما يحكى عن جنيف 2 واللي بعد ما تحدد موعدها، يعني بقراءة لهذا الأمر كيف يمكن أن ترى آفاق هذه المسألة؟ يعني واضح أنه الآفاق ميدانية من أول هذه الثورة. يعني المعطى السياسي رغم أهميته ورغم تدخل مجموعة كبيرة من الأطراف الإقليمية والدولية، ولكن هيدي يعني حتى رغم ما يحكى عن احتمال اتفاق أمريكي سوري روسي عفوا حول مستقبل سوريا، حول وضع إلى آخره، أعتقد أن الميدان على الساحة هو الفاصل في هذا الأمر. بس الميدان يستثمر في المفاوضات السياسة، واضح أنه النظام عم بيحاول يحقق. والدليل الشيء اللي قاله قلت لي دكتور أكرم، شفته ضابط أكثر من الضابط أنا، فواضح من كلامه عم بيبني كثيرا على قصة سقوط القصير، برغم أنه القصير هي 0.0 من محافظة حمص لقد لبنان على 4 مرات، ومن سوريا اللي هي 7 مرات قد لبنان على 7 مرات، 182,000 كيلومتر مربع. يعني شفنا شو صار ببابا عمر من كم شهر، 1/7 من محافظة حمص. إذن يعني البناء على على هذه الجولة من المعركة بعتقد مبالغ فيه. نعم. عندك بعض شيء؟ لا. أستاذ فيصل. لا يعني طبعا أكيد أول شيء يعني المطلوب من مؤتمر جنيف أن يجد حلا سياسيا، وهذا ما أعلنه النظام بشكل واضح أكثر من مرة، لكن للأسف دائما المعارضة السورية لم تكن على سوية من أمرها، لا تزال حتى الآن مختلفة إذا كانت تريد الذهاب أو على من يمثل المعارضة السورية في هذه أو في هذه الجولة من المفاوضات. أنا أعتقد أن الأمر سيبقى على هذه الحال. نعم النظام السوري له الحق في أن يستثمر الأوراق الميدانية، وهذا شأن كل ما يجري في العالم عندما تكون هناك أزمات وحروب ويكون هناك طاولة حوار، من حق كل فريق. كما أن هؤلاء كانوا يعتمدون على القصير، القصير ليست بمساحتها، نعود ونكرر، القصير بموقعها استراتيجي الذي كان يربط شرايين الحياة في المحافظات السورية كافة، ويربط القصير بدمشق وريف دمشق، ويربط القصير بدمشق وكل المحافظات السورية على الساحل. وأيضا الأهم من ذلك هو ظهر القصير من الجهة الغربية الذي كان يتمتع بخط لوجستي. نعم. لذلك عندما نقول أن الأهمية بهذا المعنى لا نريد أن نكبر هذا الموضوع، لكنه أيضا ليس صغيرا حتى يكون. شكرا لك فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل. بس أنا كمان بدي أعتذر من المشاهدين أيضا أنه هذا النوع من التوك شو عندما يصل إلى هذا المستوى، فأنا أعتقد أن كلا الطرفين اللذين ساهما في أن يصل الحوار إلى هذا المستوى يتحملان المسؤولية. ليس المهم أن تدافع عن فكرة، المهم أن تقنع الآخر المتردد بحجة فكرتك، ليس المهم أن تتعصب للفكرة وتشتم الآخر. وهذا الأمر ينطبق على الضيفين. أنا بدي كرر كمان اعتذاري من المشاهدين على بعض الكلمات والعبارات اللي تخطت حدود اللياقات وتخطت حدود ما هو مسموح به على الشاشة. ونأمل من الشيخ داعي الشهال أن يصدر بيانا غدا ويعتذر، لأنه أيضا أساء في بعض المفردات، ولك يعني لم يكن هناك لزوم. نعم. لمثل هذا. على كل حال في عدد كبير من التعليقات على الفيسبوك وعلى تويتر، وأيضا في مسجات على التليفون عندي، ومنها كمان من وزير الإعلام وليد الدعوق يلي أيضا يعني أبدأ استياءه من هذا. على كل حال يعني البرامج الحوارية السياسية تنقل ما هو موجود، أو تنقل ما هو موجود من انقسام سياسي في البلد. فمسؤولية السياسيين بالدرجة الأولى ومسؤولية الأطراف في السياسة أن يكون خطابهم على مستوى معين من التعقل وما يتخطى حدود معينة. شكرا لك جورج. بس خليني أضيف اعتذار إضافي للشي اللي قاله الأستاذ فيصل، أنه يا ريت كمان بيصدر بيان اعتذار من حزب الله على مقتل هاشم سلمان اليوم، ما خص حزب الله يا الشعب السوري، ما له علاقة حزب الله. رجعت تكرر تخطب بشيء. شكرا أيضا للشيخ داعي الإسلام الشهال، لدكتور أكرم حكنا، وللعقيد مالك الكردي. إلى اللقاء الأحد المقبل.